ايه اللي يخليك تعمل لايبوليسز بزياده ولايبوليسز بزياده فتوصل للليفر بزياده فري فاتي اسيد وفري جليسرول فيعملوا دهون في الكبد؟ ليه؟ بقول لهم هرمون الاستيتس اللي يخليك تعمل لايبوليسز. هنشوف طب الهرمون الاستيتس معناها بتاعت الصيام بيقول عليها دي لو انسولين على انسولين قال هرمونز اوف فاستنج اعلى لايبوليسز اودي ليفر فري فاتي اسيد جليسرول يعملوا فاتي ليفر. انسولين قال هرمونز اوف فاستنج ايه؟ اعلى. طيب هقول مين عنده الهرمون الستاتس دي اول ذا تايم وحتى لو اكل مش عارف يطلع انسولين مش عارف يقللها؟ انا يوم دايابيتس تايب 1 اللي هو السن الصغير بيفور ذا ايدج اوف 30 ان شاء الله طفل صغير ديستراكشن اوف بيتا سيل باوتو اميون خطا في جهاز المناعه فدايما لوز بروجون بيبقى جدا العض يبقى ان كنترول ما بيتعالجش تايب 1 لو تعالج اخد انسولين يبقى غير كده تايب 1 دايابيتس او انت قلت حد قال فاستنج وستارفيشن بس هنا الفاتي ليفر مش جامده هو نعم بيخس بتاع الاسترفيشن طبعا وبيحرك الدهون الاديبوز الى الليفر بس مش هتبقى قويه ليه؟ لانه اصلا ما بياكلش اصلا ايه؟ وفي طلب يسالوا طب ما انا اخد الفاتي اسيد اكسده وادي استايك واي وكيتون بودس ويتوزع ما انا مثلا استرفيشن اهو يعني قصدك يقول ليه فاتي ليفر؟ ما الفاتي اسيد اكسده وبالبيتا اوكسيديشن ده استايك واي وادي كيتون ايه؟ والجليسرول يخش جلوكونيو ما هو بيخش والله ما فعلا الجليسرول يخش جلوكونيجينس ويدي جلوكوز على الستارفيشن تايب 1 دايبيتس بيحصل فيه كده برضه وفاتي اسيد استايل كوي كيتون بوتس بس الباثويز دي مش بانزيمز مش الانزيمز دي لها في ماكس ماكس فيلوستي يبقى انت جايب له سبستريت متواصل تعديت الفي ماكس بتاعت الجلوكونيوجينيسيس تعديت الفي ماكس بتاعت الكيتو جينيسيس فالدهون الزياده اتجمعت وتعمل فاتي ايه؟ ليفر يعني عمليه مستمره معاك انت مش بتظبطها فبالتالي فاتي ليفر لازم يحصل في النص حتى لو انت بتسحب الجليسرول الى جلوكوز فاتي اسيد استايل كيتو بودس تتعدى الفي ماكس بالمركبات دي زادت قوي يبقى الباثواي جبت اخرها يبقى تراكم دايما في الليفر ويحصل فاتي ايه؟ ليفر يعني. طيب ده مش فاتي ليفر جامد ليه؟ عشان اصلا ما بياكلش لكن ابتدى بقى يحصل عنده فاتي ليفر محترم بيحرك الدهن من الاديبوز الى الليفر وكميات كبيره. يما الدهن اللي خارج من الليفر ايه؟ قليل. يما الدهن اللي خارج من الليفر ايه؟ ومين الكوره المحمله بالدهون خارجه من الليفر؟ ايوه فيري لو دنسي لايبوتين بي ام مش كده برضه؟ ليها مفروض قشره خارجيه فوسفوليت تواجه الميه الخارجيه في سيركليشن وقلب بيكره الميه تماما تاج و كوليسترول استر ومين الايبو بروتين اللي كان بيساعدها في الاكزوسايتوزس؟ بي 100. طب ليه بقى ما بتخرجش الفي ال دي ال بمعدل كافي؟ ليه ما بتخرجش الفي ال دي ال من الليفر بمعدل كافي فيحصل؟ فاتي ليفر حاجه من الاثنين موست بروبابلي ديفيشنسي في عايز ايه؟ ديفيشنسي في هو بيقول ما يمكن نقص البي 100 اللي بيساعدها في الاكزو سايتوز وانا اقوله كمان ما ننساش ان الفوسفوليبيد كوت مهمه عشان اقدر انطلق عشان اواجه الميه اللي بره يمكن عندك كمان نقص في الفوسفوليبيد كوت وهنشوف ازاي. طب نقص البي 100 ده بروتين بكتسبه جوه من الرف اندوبلازميك ريتيكولم وانطلق بيه بيساعدني في الاكسايتوز حد يخترع لي اي سبب لنقص البي 100 تكوين بي 100 يلا جينيتك ديفيشنسي يا فندم جينيتك ديفيشنسي ده يتقال في الاخر دايما الامراض الوراثيه امراض نادره بس احنا قلنا فعلا مع اسباب الهايبولايبو بروتينيميا فيقل في ال دي ال اي دي ال ال دي ال بس يحصل فاتي ايه؟ ليفر ومن سن صغير ديستراكشن ليفر باي بروكسيديشن وطلع فيه الراجل كده عشان ده حاجه برضه سنس بيرس بس الامراض الوراثيه رحمه الله ربنا ايه؟ نادره. طب بوظ البيو هاند بطريقه ثانيه بلاش جينيتك ديفيشنسي ده نادره ده سامه لليفر ولا حاجه زي كده يمكن تعرض لمواد سامه في الصناعه كاربون تيتا كلورايد بوزن ده توكسيك ليفر يبوظ البروتين بايو سينثس ده توكسيك ليفر في المواد الصناعيه يعمل ليفر ايه دامج يبوظ بروتين بايو سينثس ما تطلعش بي 100 يا اما ماده ثانيه اسمها بيورومايسين بس ده مضاد حيوي. ايوه لو خدت الجرعه العلاجيه الطبيعيه مفيش مشكله لو خدت بقى من نفسك جرعه زياده والفتره طويله هيبقى له فاتيك توكسيستي ويبطل بروتين بايو سينس في الليفر برضه. ده جرعه سميه ده موجود في الصناعه ده فيري توكسيك لليفر كاربون تيتا كلورايد ده فيري توكسيك لليفر. الناس ما هنسيب يستخدم في صناعات ايه؟ بس انت فاكر حاجه ونسيتها يعني. فدول توكسينز لليفر طب ما تختار حاجه ثانيه.
البي 100 عشان ابنيه بيحتاج اسينشال امينو اسيد بتاعت سنه اولى لازم اكلهم من بره ما يمكن عندي سوء تغذيه مال نيوتريشن مش كان في حاجه اسمها ناقص الاسينشال امينو اسيد في سنه اولى تاكل لو بايولوجيكال فاليو بروتين ناقص الاسينشال امينو اسيد سوء تغذيه مال ابزوربشن هي دي مال ابزوربشن مشكله في امتصاص الامينو اسيدز فين في الانتستين مش هتقدر توصل الاسينشال امينو اسيد الانتستين يبقى ناقص الاسينشال امينو اسيد سوء التغذيه ما باكلش الاسينشال امينو اسيد ما باكلش هاي بايولوجيكال فاليو بروتين او مال ابزوربشن ما امتصش الاسينشال او مال سنه الليفر تو بروتين سنتز او جينيتك ديفيشن او ليه مش عارف تعمل فوسفوليبيد كود الفوسفوليبيد زمان كان عباره عن جليسرول فاتي اسيد نمره 1 2 بيبقى بوفا يعني ايه بوفا وخلي بالك بوفا ده اسينشال ماست بي سبلايد ان دايت بولي انساتوريد فوسفيت وكولين ما ده الليسيفين ده اللي اسمه فوسفات دايل كولين يعني الليسيفين الليسيفين في كولين كولين ده الكولين ده مركب حميف كلمة تانية عمال اسمه ايه؟ سيرين هذه التحويلة عايزة فيتامين بي 12 وعايزة فيتامين تاني فوليك وعايزة ميثايل انتوا حد عارف مين ميثايل دونر؟ ميثيونين امينو اسيد ميثيونين فهنا ايه اللي ناقص الفوسفوليبيد فما ما تخرجش الفي ال دي ال وبالتالي تخرجها بريت قليل فيحصل فاتي ليفر ممكن نقص البوفا نقص الاسينشال فاتي اسيد انا بسترخص وباخد السمنه النباتي اللي هي ساتوريت فاتي اسيد مشبعه ما فيهاش ايه نقص البوفا لو ممكن يكون عندك مشكله في هضم وامتصاص الدهون نقص البوفا ده ممكن يسبب مشكله في هضم وامتصاص ايه في الدهون بقى مشكله مشاكل في البايل والكلام ده يعني طب ثانيه واحده او نقص ايه كمان نقص الكولين طب ايه اللي عملك نقص الكولين ما انت قلت تحويل السيرين الى كولين عايز فيتامينات بي 12 بقى فول وده ميثايل دونر ده اسينشال امينو اسيد قد يكون السبب نقص البي 12 نقص الكولين عشان نقص البي 12 او نقص الفوليك يبقى ناخد في اخر السنه اسباب نقص البي 12 والفوليك او نقص الميثايل دونر اسمه ميثيونين امينو اسيد كده ايه نقص الفوسفولين طيب يا اما مش عارف تبني البي 100 مرض وراثي في الجين بتاعه مواد سامه لليفر تمنع بروتين سانتس مال ابزوربشن مش بمتص الامينو اسيدز الاسينشال في الانتستين مش بتغذاهم مال نيوتريشن ما عرفش اعمل فوسفوليبيد كود نقص البوفا ونقص الكولين ده اسبابه طب ما تيجي بقى لا بس في سبب مهم لسه فاضل قبل ما تعمل علاج الخمره المزمنه كورونيك الكوهوليزم بتعمل دهون على الكبد تعالوا شوف الفورمولا ازاي الخمره المزمنه هتعمل دهون على الكبد واحد بيشرب ده مين الكحول ابو كربونتين بس بيرتو الابيض ايثانول بالاي لو كربونايه واحده ميثانول اسوا منه كمان الميثانول ده بيعمل فورمالدهيد وفورمالين سنه اولى ده بقى اكسده في الليفر بانزيم وصل ليفر وشرب بطريقه مزمنه بانزيم اسمه الكحول ديهيدروجينيز الانزيم هيشيل شيتين الله طلع طاقه ماله ناد وهيطلع ناد اتش يعني فعلا طاقه في الليفر يبقى الكحول لما يتاكسد يبقى مرحله اولى اسمه الديهايد سي اتش او يعني الديهايد حد عارف مين الديهايد ابو كربونتين جاي اسمه من اسم الاسيد ابو كربونتين اسيتيك يبقى ده اسمه اسيتالديهايد يبقى الايثانول باي ابجر جينيس بتشتغل على الناد ده اسيتالديهايد لان جاي من كلمه ايه؟ ما هيتاكسد كمان مره ما دي معلومات ثانوي كحول يبقى الديهايد يبقى اسيد كم مره اكسده هزوده او يبقى اسيتيك اسيد طب ما تعالى طلع طاقه ازاي؟ ما انا بص هزوده او بانزيم الديهايد جينيس ازاي؟ او عشان يبقى اسيد ما هو سي او اتش هزوده فروم ووتر طب الاو دي هتخش ويبقى اسيتيك طب اتش فين؟ مره ثانيه ناد ويطلع اتش بلس بروتين طيب وده بعد كده يمكن استايل كوي وكيرل سايكل السؤال مين قاعد زيت الليفر؟ ناد اتش بلس بروتين يبقى مين بيقل؟ ناد بلس دي مره زمان عملت فيها مشكله في الجلوكونيجينيسيس بتوع الخمر المزمنه بيجي لهم فاستنج هايبو على اساس الناد لما يقل اجي اعمل جلوكوز من اللاكتيك ما اعرفش اللاكتيك ثلاث كربونات وتشيتين اجي اشيل التشيتين يبقى بايروفيك يبقى جلوكوز مش عارف اشيل التشيتين ليه من اللاكتيك عشان بيشيلهم الناد
بايلاتيرال جينيز فساعتها اللاكتيك هيتراكم في الدم لاكتيك اسيدوز وفاستنج هايبو عشان الناد قليل كله اتشافت على ناد اتش وكمان لما الناد يبقى قليل مش هتعرف تاكسد فاتي اسيد في الليفر كالعاده بالبيتا اوكسيديشن مش بيتا اوكسيديشن اللي عايز الناد وفاد مش بيتا اوكسيديشن الناد بتاعت 5 دي الناد قليل اهو هتوقف اكسد الفاتي اسيد هيزيد الفاتي اسيد في الليفر يعني فاتي ليفر يعني فاتي ليفر فاتي ليفر طب ليه كارنتين ديفيشنسي يعمل فاتي ليفر مين الكارنتين ده كان بيدخله كان بيدخل فاتي اسيد متبولي طب ما انت ما اكسدش فاتي اسيد عشان كارنتين ديفيشنسي برضه يتراكم فاتي اسيد فاتي ايه ليفر يبقى الخمره المزمنه بتطلع بالاكسده الناد اتش كتير فيقل الناد لما يقل الناد ما اعرفش عارف فاتي اسيد فاتي اوكسيديشن عايز الناد وفات يتراكم فاتي اسيد فاتي ليفر او ده ايه الكارنتين برضه فاتي ايه تعالى بقى اعمل ايه في العلاج عالج السبب يعني صلح التايب 1 يديله حقن ايه انسولين يبطل الليبولايسيس دي وياكل معاه عشان يدخل الجلوكوز جوه الخلايا ظبط الدايت اعمل ريجيم كويس ومواعيد معينه للوجبات ما تبقاش كلها هاي فات هاي كربوهيدرات لازم تاكل خضار اخضر خضار مطبوخ ومش مسبك مش فيه دسم عالي ولازم تاكل فواكه طبيعيه وتلعب شويه رياضه تحرق الجلوكوز مش تبني فات من الجلوكوز العب رياضه وريجيم عالج السبب وكمان اديني حاجات تساعد ريليز اوف فات من الليفر اديك حاجات ايه هي تساعد ريليز اوف فات من الليفر اديك ليه اسينشال امينو اسيد عشان ما تبني بي 100 وليه اديك اسينشال فاتي اسيد عشان تبني البوفه تركب الفوسفوليبيد كود وليه انتي اوكسيدنت فيتامينز اسمهم اي سي اي بيتخلصوا الفري راديكال اللي اسمها خدناهمش الفري راديكال بيهجموا على الدبل بوند يقطعوها فدلوقتي بحمي الغرفه اللي بديها لك لان في حاجه بيجي مع دبل بوند وايه ويقطعوها يبقى اديك اسينشال فاتي امينو اسيد اسينشال وانتي اوسن فيتامينز اي سي اي يتخلصوا في هذا كده عشان يحموا الدبل بوند من التكسير من الفري راديكال واديك كولين طب ساعد الفوسفوليبيد اديك كولين او اديك الفيتامينات اللي بتعمله واديك الاسينشال امينو اسيد ميثيونين اكيد كده بتخرج ده بره الليفر لا واديك كارنتين ليه عشان بيساعد اكسد فاتي اسيد فما يتراكمش في الليفر ويمنع فاتي ايه يبص بالتجميع دي اسينشال امينو اسيد وانتي اوكسيدنت فيتامينز يحمي الدبل بوند في رياضه الاي سي اي و فوليك سنين وكارني تين المجموعه دي على بعضها تمنع فاتي ليفر وتخرج الدين ليفر بسهوله المجموعه دي على بعضها اللي انت قلتها اللي هتساعد ريليز الفات اسمها لايبو تروبيك فاكتورز لايبو يعني تروبيك يعني تحركها لايبو يعني تروبيك يعني ايه تحركها من مكانها اسمها لايبو تروبيك ايه فاكتورز ادي اسباب الفاتي ليفر ادي اسباب الفاتي ليفر وادي علاجات الفاتي ليفر واللايبو تروبيك ايه فاكتورز صعبه نشوف موضوع تاني نطلعه من زمان من 31 صفحه 30 تقريبا هو فاتي ليفر ده صفحه كام 51 و52 50 و51 زمان بقى نطينا هرمونات موضعيه بتيجي من الاركيدونيك فاتي اسيد اسمها بروستا جلاندز ومهمين جدا تعالوا نشوف مين هم البروستا جلاندز والليبوتراينينز فاتي اسيد كان 20 كربونايا 4 دبل بوند ما عشان كده اسمه اللاتيني في سنه اولى كان ايكوزا معناها 20 كربونايا تترانويك معناها يحتوي على 4 دبل بوند بيدي مشتقات هرمونات موضعيه تطلع من خليه وتشغل نيبرنج ايه سيلز طب ليه لوكال وبس النيبرنج سيلز عمرهم قصير اجزاء من الثانيه فالهرمونات دي تتكسر بسرعه اللي هم بروستاجلاندز وبوترينز عمرهم اجزاء من الثانيه هاف لايف قصير فيتكسروا بسرعه ما يلحقوش يهاجروا الاورجان بعيد شخص يشغل النيبرنج ايه وسيلز وراهم كده مهمين قوي اللي هم بروستا
جلاندنز و ليكوترينز، فبيسموهم مشتقات الايكوزا عشان ده ايكوزا عشان كربونايد، فبيسموهم ايكوزانويدز. ما كلمه ايكوزانويدز معناها مشتقات الايه؟ الايكوزا. بتكونهم ازاي وفوائدهم ايه؟ تعالوا نشوف بتكونهم ازاي. الخليه اللي هتطلع البروستاجلاندينز وليكوترينز ممكن تستعمل اشارات متعدده تتسبب في خروجهم. الخليه اللي هتطلع بروستاجلاندينز وليكوترينز ممكن تستعمل اشارات كتير جدا فيطلع تطلع بروستاجلاندينز وليكوترينز اشارات زي مين؟ يعني مثلا ثرومبين. يبقى اكيد بعضهم له علاقه بالبلاد كوجوليشن، اكيد عندهم علاقه بالايه؟ بلاد كوجوليشن. ايه الناس؟ اكيد بعضهم له علاقه بالستريس وبالالم والشوك كونديشن، اكيد حد له علاقه بالستريس والالم والكلام ده كله. طب ازاي هتسببوا اثنين ده؟ هما اشارات كتيره بس دول اثنين مشهورين يعني. كل واحد يعمل ايه بقى؟ كل واحد له سبيسيفيك ريسبتور على سطح الخليه، ماشي، سواء ده او ده له سبيسيفيك ريسبتور خاص بيه. لما اجي على الريسبتور بتاعي اغير شكل الريسبتور، فهنشر تحت الريسبتور جي بروتين اللي هينشط انزيم تحت الممبرين اسمه ايه الانزيم تحت الممبرين؟ فوسفو لايبيز. الفوسفو لايبيز اي 2 ده هيشتغل على ممبر الفوسفوليبيد. حد مش فاكر مين ممبر الفوسفوليبيد ده؟ وفاتي اسم ممبر 2 بيبقى بوفا فوسفيت وكولين. مش ده الفوسفاتيدايل كولين واسم الشهره ليسيزين؟ ده الفوسفاتيدايل كولين اسم الشهره ايه؟ ليسيزين. وفوسفو لايبيز اي 2 يعمل ايه؟ هيفك فاتي اسيد نمبر 2 مكانه، والفاتي اسيد المفروض يتفك ينزل في السيتوبلازم. وبوفا يعني بولي انساتوريت، وقد يكون فعلا انت كده نزلت في السيتوبلازم مين بقى؟ اراكيدونيك 20 كربونايا 4 دبل بوند. هشتغل عليه احد هؤلاء الانزيمز، يا اما ايه؟ واحد اسمه كوكس وواحد اسمه لوكس. الله كده اسمها حلوه لسه، كوكس ولوكس. هاي الاسماء دي مشهوره في الفارما. سايكلو اوكسجينيز. يعني ايه اوكسجينيز؟ ادخل او 2. يعني ايه سايكلو؟ يعني الزق راس الفاتي اسيد في ديل واخليه دائري. يعني مش بس اخليه دائري وازوده ايه؟ او 2. ما هو ده اللي بيعمل انواع البروستا جلاندز. يعني ادخله او 2 بس ولا اخليه سايكليك؟ سايكل. لايكو اوكسجينيز، ادخله او 2 واسيبه ستريت تشين. كلمة لايكو اوكسجينيز ادخله تو واسيبه ايه؟ ستريت تشين. وده اللي بيعمل ليوكو تراينز بانواعها. بنتكلم اول على البروستاجلاندين. اول نوع بيظهر بعد مشاعر الكوكس اسمه ايه؟ بروستاجلاندين جي 2. 2 دي عامل دبل بوم، واضح دبل بوم مش هيبقى اربعه، هيحصل لهم ريدكشن هيقلوا الى اثنين. بس ده لسه مش بتاع الاكشن، لسه هيتحول لانواع ثانيه. يتحول لبروستاجلاندين ثاني اسمه ايه؟ اسمه اتش 2، والانزيم بيروكسيديز بس مش عليها التفاصيل بتاعه بيروكسيديز. يبقى اول واحد بيسال اسمه جي بروستاجلاندين، واللي بعده اتش 2. احفظها كده جي وبعدين اتش. جه 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 يعني وصل ما وصل بس جه جه. هيتحول الى الانواع اللي ليها اكشنز اللي هي اسمها ايه بعد؟ واحد اسمه ثرومبوكسين اي 2. مش ده اللي بيطلع في البليتلت، بيطلع من البليتلت وستيميليت بليتلت اجري في السايت. مش هنقول تثرومبين، مش ده في السايت اوف انجري يحصل اجريجيشن واقفل التعويره يعني وعامل هيمورج وستيميليت فازو كونستريكشن. ما انت كده اكيد واضح بتساعد موصل اسمه موصل كونتراكشن. بتساعد ايه؟ موصل كونتراكشن. كلها في السايت اوف انجري عامل هيمورج صح؟ وفي واحد عكسه بروستاجلاندين اي 2 الشهير بالنسبه لكم كلمه بروستاسايكلين، وده مش بيطلع من البليتلت، ده بيطلع من النورمال هيلثي اندوثيل لاين. طب يعمل ايه؟ عكس اللي فات تماما. ازاي يعني؟ عكس السيميليت تبقى انهيبت اجريجيشن. طب هل الاثنين دول يكملوا بعض؟ واحد في السايتو انجري توقف النزيف، وواحد بره الانجري عشان الاجريجيشن ما تمتدش عند الحته الهيلثي الطبيعيه. مش انا كنت في كوجيليشن معاك كده سنه اولى امنع الجلطه والكوجيليشن والاجريجيشن بريتل يمتد بره الايه؟ السد اهو بقى ما يمتد بره السد بينجي. واعمل عكس اللي هناك فازو دايلاتيشن. دايلاتيشن يعني بنخدم بعض في نفس القصه اسمها انجري بلاد فيزل وول.
هو في مكان الانجري يطلع من البليت عامل اجريجيشن وينشطها تعمل مور اجريجيشن لو البليت تعمل اديجن تشبك على الكولاجين المكشوف هتروح فون ويلبرانت هتطلع ده فيعمل ده اجريجيشن وفازو ايه كونستريكشن ده اوتسايد ده انجري امن على الاجريجيشن فامتد ايه بزياده للخارج بس انا لوكال بطلع في حته ثانيه كمان غير النورمال هيلثي انتيريال لاينينج ابلاد از بول ده في حته ثانيه كمان كوز اللاين كوز اللاين فين يعني يعني ممكن اطلع لك في جي اي تي واعمل جي اي تي ريلاكسيشن ريلاكسيشن واقلل اتش سي ال وامنع البيبتيك ايه السر بل ان هما يستعملون اقراص موضعيه تدبلها في جي اي تي اديك ريلاكسيشن اعالج المغص اعالج الكوركس وقال اتش سي ال اعالج البيبتيك ايه السر قرص ابلعه موضعي وفي البرونكاي اعملك برونكو برونكو دايلاتيشن واضح ان انا سبوز مصر ريلاكسن ويستخدموه كدواء لوكال انهيلر عشان يعالج ازمه الرب الشعبي يعمل برونكو ايه وعنده سبوز مصر ريلاكسن انت اهو انهيلت اجريجيشن فاز دايلاتيشن جي اي تي ريلاكسيشن ال اتش سي ال سبوز مصر ريلاكسن وبيحافظ بصفه عامه على النورمال رينال هوميوستيز بيحافظ على الوظائف الطبيعيه بتاعت الايه الكيدني حلو قوي طيب يعني انت بتكمل الثرومبوكسين A2 هو في الانجري وانت حوالين الايه الانجري بتعمل ثلاثة جلطه وريك اماكن ثانيه حلوه شغال فيها ممكن منك ادويه موضعيه امال مين في النص ده بروستاجلاندين اسمه E2 بص بقى بين الحاجتين متناقضين ازاي يعني ده اسمه موضوع ريلاكسنت ده بالعكس موصل ايه كونتراكشن ويخدموا بعض بص ده بين الحاجات متناقضه استيميوليت يوتراين كونتراكشن فممكن يعمل ترمينيشن اوف ليبر سيتوتراين ايه يعمل ترمينيشن اوف ايه وفي نفس الوقت يعني سموسل كونتراكشن سموث مسل كونتراكشن يروح عامل في نفس الوقت فازو دايلات شفت جاوبت عارف ازاي فازو دايلاتيشن ايه ده مش كده عكس بعض مش استيميوليت كونتراكشن فازو دايلاتيشن عكس بعض لا تعال اولا نخدم قصه واحده ثانيا نفسر عمل الاثنين عكس بعض كده ازاي نخدم قصه واحده الست اللي بتولد بتعمل تراين كونتراكشن جميل اسال انت عايز تعمل ويك كونتراكشن ولا باورفول كونتراكشن اكيد طب هل في تراين وولد اكس بتاعتها اثناء الولاده بتحس بالجزء لا هوائي وطلع 2 تي بيراتيك اسيد ولا هوائي وطلع 38 تي بي مين يديك باورفول كونتراكشن اكتر هوائي وطلع 38 تي بي بل ان كمان لو انت هوائي وماتكوندرا اوبشن انت اكس فاتي اسيد هوائي ماتكوندرا اوبشن واكتر من 100 تي بي فانا يهمني هنا التراين كونتراكشن يبقى باورفول اوصلك الاكسجين وبالتالي تبقى باور في كونتراكشن طلع بقى 38 تي بي واكتر من 100 فده اوكسيديشن مش هتبني تي ولاكتك طب انا عملت لك لوكال فازو ايه؟ دايلاتي فلاس بقى وصلت لك مور ايه؟ اوكسجين كده اهو باور في كونتراكشن فازو دايلات ومور اوكسجين يعني انت بقيت هوائي اهو وعشان كده ده بيستخدم دواء في السوق دواء ده لوكال ما هو بيستخدم لوكال فاجينال سابوزيتوري لبوس مهبلي موضعي عشان داخل ست في حاله الايه؟ الولاده لبوس مهبالي موضعي داخلها في الولاده لوكال فاجينال سابوزيتوري ويعملها باورفول ايه؟ كونتراكشن ده مش ضعف السوق الصيدليه. ثانيه واحده بقى طب انا بقى في حاجه لازم افهمها واحد عمل سموسل كونتراكشن والتاني بالعكس عمل ريلاكسيشن واحد عمل اثنين واحد يعمل سموسل كونتراكشن والتاني يعمل وتقول بيكملوا بعض ده في السايتو انجري ده بره الانجري وده عمل الاثنين في نفس الايه؟ ايه السر في الموضوع؟ مش في الاكشن في الميكانيزم اوف اكشن بتاعت سنه اولى سكند ايه الحكايه بقى؟ اللي بيعمل فاصل كونتراكشن بيشتغل على ريسبتور تحتيه جي بروتين انهبيتوري انا فاكر ده السنه الاولى انهبيت ادنايليت سايكليز يعني يقلل طب ليه لما تقلل سايكليك امبيد جوه الخلايا دي يحصل كونتراكشن وهنا بالعكس بيشتغل على ريسبتور تحتيه جي استيمولاتوري يعني استيمولات ادنايليت هتزود طب ليه لما تزود سايكليك امبيد تمنع الكونتراكشن يعني علاقه عكسيه ازود السايكلين بي في السموث ماسل يمنع الكونتراكشن اقل السايكلين بي يحصل ايه كونتراكشن ممكن افصل ازاي مش الكونتراكشن ماسل ده عباره عن انتراكشن بين الاكتين والمايوسين ماشي مش في ايفنت مهم اللي هو فوسفوريليشن اوف مايوسين هيد فلما يحصل فوسفوريليشن مايوسين هيد يحصل انتراكشن ده كونتراكشن مش كده طب ما السايكلين بي بالذات هينشط انزيم نعرفه من سنه اولى اسمه سايكل بي ديبندنت بروتين كاينيز صح؟ والكاينيز فوسفوريليت المايوسين فوسفوريليت كاينيز فالمفروض يحصل كونتراكشن ده عكس اللي انت قلته دلوقتي ده المفروض ده بينشط كاينيز معتمد على السايكل كيم بي
وفوسفوليت المايوسين والنقطه المهمه عشان يحصل ايه الكونتراكشن انتراكشن بين اكتين اند مايوسين. بس حاجه احنا في سموث ماسل مش في يعني عايز مين سكيلتن كان في سكيلتن لا كمان كان في سموث برضه فيها فوسفوليشن مايوسين اكيد بس الكاينيز تاني معتمد مش على السايكليك اي ام بي معتمد على الكالسيوم تروبونين كاينيز الفوسفوليت المايوسين هيد سموث ماسل مش معتمد على سايكليك اي ام بي معتمد على كالسيوم تروبونين ده بينشط كاينيز مختلف مش بتاع الكالسيوم تروبونين فوسفوليت المايوسين في مكان غلط مش في الهيد وفوسفوليت مكان غلط تمنع الانتر اكشن بين اكتين اند مايوسين عكس الفوسفوليشن بتاع المايوسين هيد اذا الكونتراكشن عايز فوسفوليشن مايوسين هيد بكاينيز معتمد على كالسيوم تروبونين انت كاينيز تاني بيشتغل بسايكلين بي اخر مش اي كاينيز والسلام وفوسفوليت مايوسين في مكان خطا وتمنع الانتر اكشن بين اكتين المايوسين عشان كده علاقه عكسيه ازود السايكليك ام بي فوسفوليت المايوسين في مكان غلط امنع كونتراكشن ازود السايكليك ام بي فوسفوليت المايوسين في المكان الخطا تمنع كونتراكشن تقلل السايكليك ام بي بالعكس يحصل بقى ايه كونتراكشن الاثنين عكس ايه بعض ده ثانيه واحده ازود السايكليك ام بي تنشط كاينيز اخر فوسفوليت المايوسين في مكان مش هو المطلوب يمنع كونتراكشن مش الهيد وهنا تقلله اصبح ايه بيقل بقى الكاينيز المعتمد سايكليك بي يبقى الكاينيز اللي شغال لوحده بتاع الكالسيوم تروبونين يبقى فوسفوليت في المكان الصح في الهيد وكونتراكشن بقى امال ده عامل الاثنين ازاي يبقى انا ليا ريسبتور في اليوتراين وول تحتيها جي انهيبيتوري هل سايكليك بي فيحصل كونتراكشن يعني ليا ريسبتور بروستاجلاندين اي 2 في اليوتراين وول تحتيها ايه وليا ريسبتور اخرى في البلاد فيزل وول تحتيها جي ستيمولاتوري ففي البلاد فيزل وول ازود السايكليك بي وامنع الكونتراكشن بلا تناقض والاثنين يخدموا قصه واحده termination of pregnancy induction of labor شفت بقى الكلام ده اللعب دي كله في الفارما في سنه ثانيه سنه ثالثه قصدي الفارما وبعد كده الفارما قريب سنه ثانيه ان شاء الله الفارما في سنه ثالثه كلها لعب بتعمل حاجه وعكسها عن طريق نوع سكند المسنجر فاذا اخذنا قصص يعني ايه مشتركه واحد في السايت اوف انجري يمنع النزيف واحد يمنع جلطه تمتد لبره وكمان جي اوتي ريلاكسيشن قال لك سي ان ابيتيك التر برونكو دايليتور بحيث ان وظائف الكدني طبيعيه وواحد ديترمينت ايه الليبر بطريقه ناجحه باور في كونتراكشن عشان اعرف فازو دايلك ثانيه واحده الكوكس انزايم ده نوعين ايه كوكس 1 عمل الكلام اللي انت قلته عليه هو في واحد ثاني اه ده اسمنا لوكس لغايه دلوقتي كوكس 2 ده بيعمل انواع اخرى من البروستاجلاندين كوكس بدل 1 كوكس ايه 2 الانواع الاخرى دي بقى مالهاش دعوه باللي انت قلت عليه ده البروستاجلاندين ميدييتورز اوف انفلاميشن يعني ايه كلمه ميدييتورز اوف انفلاميشن يعني تم عرض الالتهاب انا لما يجي لي فيروس ولا بكتيريا في منطقه المنطقه بتحمر وتورم وتؤلم ما هي دي عرض الالتهاب في هنا خلايا طلعت بروستاجلاند عن طريق كوكس 2 بروستاجلاند انواع اخرى بتعمل اعراض دي بتعمل لوكال فازو دايلاتيشن وبالتالي تورم تطلع ميه بره العياده ميه انفلاماتوري ايديما ميه وتحمر وتوجعك ده مش وحش بل الالتهاب مش وحش اه طبعا الالتهاب ده مش وحش ليه طالما في بكتيريا وفيروس فلما اعمل لوكال فاز دايليتيشن اوصل المنطقه دي مور اميون سيلز ومور انتي بوديز اكسر البكتيريا والفيروس يبقى الالتهاب مش وحش حد ذاته ليه هتعمل لوكال فاز دايليتيشن بروستاجلاندين دي فبالتالي توصل مور اميون سيلز مور انتي بوديز وباوز بقى وكسر بكتيريا وفيروس بقى طب المشكله لو الالتهاب غير مرغوب فيه امتى الالتهاب غير مرغوب فيه مفيش بكتيريا فايروس بس في التهاب اصل ده حرق ده فيزيكال انجن يبقى عايز حاجه انتي انفلاماتوري مفيش بكتيريا فايروس او ده حساسيه من حاجه معينه حاجه اكلتها حاجه شمتها حاجه جت ان كونتاكت مع الجلد بتاعي يعني برضو مفيش بكتيريا وايه فايروس فساعات بحتاج امنع تكوين البروستاجلاندينز اللي جايه من كوكس 2 ساعات بحتاج ادويه اسمها انتي انفلاماتوري ايه دراجز لو التهاب ده حساسيه ما مثلا فور اكزامبل في ناس حساسيه لطشه هواء ساقع يجي لهم مايوسايتس التهاب في العضلات التهاب في ناس كبار كتير قوي رقبته مش قادر يحركها اي حركه يصرخ منها مايوسايتس في ناس هواء ايه ساقع فمحتاج دواء انتي انفلاماتوري يضيعوا له اعراض التهاب المؤلمه الشديده دهيت طبعا مفيش بكتيريا وايه وفيروس ولا حاجه وكمان الليوكوتراينز دول راخرين ميدييتورز اوف انفلاميشن بس بتاعت حاله شديده
حاله جديده مش هي ناس ياكل مضاد حيوي وعنده حساسيه ومش دريان مضاد حيوي يموته ده اسمها سيفير انافيلاكسيس دول بيطلعوا في حالات اسمها سيفير ايه يعني يعملوا ايه في سيفير انافيلاكسيس في الحساسيه الشديده دي ممكن تبقى قاتله يعملك يا عم هنا في الاير باسج يقفله موتك ازاي برونكو سباز وفي نفس الوقت في الباد فيزل وول يعمل فازو دايلاتيشن يعمل لك احتقان فهي في الاير باسج بالطريقتين دي نيكوتراينز دول فيهم انواع يطلع اثناء سيفير الرجي لو سيفير انافلاكسس دواء معين عشان برضه وانا مش عندي كل شغلات الادويه لما تلاقي البروكوشنز على استخدام الدواء يحرصوا لنفسهم يكتبوا جمله عشان يحرصوا نفسهم من القواضي لا تستخدم هذا الدواء لو كان عندك حساسيه من مركبات كذا اللي هي بتاعت الدواء يعني عشان هم متوقعين اي واحد صدفه ممكن يكون عنده ايه ملايين الاشخاص تعملوه بس واحد عنده حساسيه فيطلع النيكوتراينز لو اخذ الدواء برونكو سبازم وفازو دايلاتيشن فالاحتقان هي في الاير باسج مع برونكو ايه يموت الكلام ده فانا عايش بقى ادويه انتي انفلاماتوري عشان لو عندي حساسيه جامده ولا حاجه زي كده ولا حساسيه من حاجه اكلتها ولا شربتها ولا لبستها والكلام ده كله عايز ادويه ايه بقى؟ تعالوا نشوف الانفلاماتوري الساحر اللي هو تاثيره سريع وفعال ورهيب وهيمنع تكوين البروستاجلانز وليكو كورتيزول كورتيزول الساحر نفسه الكورتيزول ليه ساحر نفسه؟ انهبت الفوسفولايبيز اي 2 وبالتالي ما عملش الليزوباركيدونيك للسيتوبلازم انهبت الفوسفولايبيز اي 2 وما طلعش الاركيدونيك للسيتوبلازم فامنع تكوين الاثنين بروستاجلانز 1 لا له اثار جانبيه شيء هو ساحر انا شفتها واحد كان كبير السن مايوسايتس واتش الهواء يعني التهاب نشط الهواء كورتيزول كان بيصرخ بقى له هنا احنا مش عارفين نعمله ايه الدكتور كتب له السحر كورتيزول بس طبعا ضربه السكر عشان يعني يجيله كونيو وكان عنده سكر اصلا اتبهدله بعد كده جاب له قرحه ما خفتش الا بعد 3 اشهر بس ايه في ظرف مش هقول لك ايه نص ساعه بعد كان بيصرخ ايوه يقولوني ونحركه مع السرير كده ويصرخ وكده يصرخ بقى كده خلاص ما فيش حاجه المنع تكوين الاثنين اعراضه الجانبيه اعراضه الجانبيه ان منع تكوين بروستاجلاندين حلوه ده اي 2 او بروستاسايكل حلو لو منع تكوينه هيزيد الاتش سي ال هيحصل دبتك ارسر لو منع تكوينه هيزيد الاتش سي ال دبتك ايه ارسر وما تحافظش على النورمال فانكشن ده كيدني لينا الامبيرمنت استخدام الموزمن للكورتيزول له مشاكل كبيره استخدام الموزمن كورتيزول ما تعملش بروستاسايكل اي 2 حلوه فيحصل يزيد الاتش سي ال دبتك ارسر ده بقى خدته مش عاطيه البق حقن عضل ومعرفش ايه كده كده هيشتغل سيستماتيك ده هيشتغل ايه؟ سيستماتيك ملوش دعوه اخدته في بقك ولا فين هيشتغل سيستماتيك وتمنع تكوين بروستاجلاندين الحلوه وفي ناس احلى لسه جايه في حلوه وفي اللي احلى منه الحمد لله على السلامه وانا اللي هوصلك على اخوك طيب كنا قلقانين عليك بصراحه يعني مش عارفين مش انا انت هو فالاستخدام المزمن كورتيزول له اعراض جانبيه خطيره يحصل بيبتيك ارسر لان ده هيقل فيزيد ايه؟ اتش سي ال ده هيقل ما حافظش على الكيدني رينال امبيرمنت لا ولسه كورتيزول المزمن هيعالج الجلوكوز في الدم يعمل دايبيس عشان اوفر استيميت جلوكونيو لا لسه بيعمل سولت ووتر ريتنشن في الجسم حبس الميه والملح فيعمل لي هايبر تنشن مش لما الملح يزيد والتراس الذره لو عامل دمويه يزيد حساسيته من البنفرين فازو كونستريكشن هايبرتنشن لا ولسه اعمل ايه؟ هيسحب الكالسيوم من العظم اوستيو بروزس وتبقى خطر جدا ومفيش كالسيوم في العظم يعني بسوق كتير بس هو ساحر طب ما ناخد دواء تاني في ادويه مشهوره انتي انفلاماتوري دهانات موضعيه وقراص واخدناها كلنا الاسبرين لازم موجود قراص ودهانات موضعيه الاسبرين نون استرويدال ما ده اسمه استرويد جاي من الكوليسترول ده جاي من الكوليسترول نون استرويدال انتي انفلاماتوري اسبرين واندوميثاسين اسبرين واحد اسمه ايه؟ اندوميثاسين بينهم بينهبت كوكس 2 وكوكس 1 انت مالكش حق انت خبطت في الاثنين كوكس كان المفروض تخبط في كوكس 2 بس اللي بيطلع بروستاجلاندين بتاعت الانفلاميشن المفروض ما تلمس كوكس 1 انت ما لمست كوكس 1 منعت التكوين برضه البروستاجلاندين اي 2 الحلو يعني استخدام المزمن للاسبرين برضه هيعملها بيبتيك ايه؟ ارسل وبرضه رينال انفيرمنت زي ما الكورتيزون عمل وبعدين ضعيف ما يعني ايه؟ خبط في الاثنين دول وساب مين بيكون؟ يعني انتي انفلاماتوري افكت ضعيف مش ساحر زي الكورتيزون اضعف منه بكتير ساب الكورتيزون بيتكون وشغاله
كان ما عندوش حق الاسترين ده والاندوميثازين خبط في كوكس 1 1 كان الاحلى يبقى سيلكتيف انيبيتور لنين في كوكس 2 ويسيب 1 في حاله لما خبط في 1 فده قال ده الحل فبيبتك ألسر ورينال امبيرمنت. هل في سيلكتيف انيبيتورز لكوكس 2 بس؟ اه دي ادويه هتبقى في الفارما احدث سيلكتيف انيبيتور لكوكس 2 يعني اسيب كوكس 1 في حاله ما خبطش في الكوكس 1 زي الاسترين وبالتالي الاسترين كان بينيل الدنيا فانا كنت ايه مش راضي عن الكلام بيعمله ده سيلكتيف في كوكس 2 وبالتالي كوكس 1 شغال البروستاتا جلاند اي 2 شغال والبروستاتا سايكلين يعني وبالتالي مفيش بيبتيك اسر ومفيش رينال ايه امبيرتن سيلوكوكسيب يعني حاجه بيدوها الاسم ده في السنه الثالثه فعلا فاضه سيلوكوكسيب كوكسيب سيلوكوكسيب ده سيلكتيف انيبيتور بتاع الكوكس 2 جميل الساحر القوي جدا سيلوكوكسيب مش قوي لانه برضه سايب الليكو ايه ترايين مش قوي زي الاسم ضعيف مين الساحر بس هعمل لك بيبتيك ألسر رينال امبيرمنت والحاجات الثانيه بقى دايابيتس وهايبرتنشن ويسحب كالسيوم معاه بس ساحر فعلا ومين ده يخبط كوكس 1 وكوكس 2 اسمن اندوميثاسين هخبط في 1 عمل لك بيبتيك ألسر استخدام المزمن للاسبرين وبرده رينال امبيرمنت مين ده السلكتيف سيلوكوكسيد ده احلى سلكت ده مش قوي قوي سلكتورينز بس ايه السايد افكت مينيمال اسوال فمش في ناس بياخدوا اسبرين بصوره منتظمه كوقايه من جلطات الشريان التاجي للهيبيت بليت اجري طيب يبقى واضح انه لازم ياخدوا اسبرين جرعات بسيطه بتاعت الاطفال عشان ما يجيلهمش بيبتيك ألسر ورينا الايه امبيرمنت كل يوم قرص وسين من بتاع الاطفال جرعه صغيره بس انا عايز اعرف هو ليه هيبيت اجريجيشن اصل انا شايف الاسبرين خبط في كوكس 1 وخبط في كوكس ايه 2 ماشي طب ما يخبط بقى كوكس 2 طب ما هو منع تكوين ثرومبوكسين اي 2 بستيميليتور اوف اجريجيشن ومنع تكوين اي 2 انهيبيتور اجريجيشن يعني انت منعت تكوين اثنين واحد استيميليتور واحد انهيبيتور المفروض المحصله النهائيه نو افكت اون اجريجيشن مش كده برضو مش الاسبرين لما يخبط في كوكس 1 منع تكوين ثرومبوكسين اي 2 ده استيميليتور اوف اجريجيشن وبرضه منع تكوين اي 2 انهيبيتور اجريجيشن فانت منعت تكوين الاثنين واحد استيميليتور واحد انهيبيتور المفروض المحصله النهائيه نو افكت اون اجريجيشن بس ما بيحصلش كده محصلة النهاية inhibit aggregation اللي هو ده اشمعنى؟ اقوى اقوى اصل في واحد عنده بايسبس ده عنده بايسبس ده الراجل ده بقى بايسبس وترايسبس فلو انت عملت بايسبس لسه عنده برضه ايه ترايسبس هو ده في البليتس بس صح؟ ثانية واحدة شاور انت عايز تلبس نظارة ده اللي في البليتس ده اللي في النور اللي هيتنج فيها اللاين عشان ده غالب البليتس ما فيهاش ما فيهاش نيوكليس ولا انزيم طب ايه ده ما فيهاش نيوكليس ودي فيها نيوكليس الجين ادام نيوكليس يعني جين يعني لو وقفت الكوكس 1 هنا الجين هيطلع انزيم جديد لسه شغال لو وقفت الكوكس 1 هنا تاثير مؤقت ليه؟ الجين هيطلع نظر كوكس 1 مش دي نيوكليتد سيلز بقى ويبقى طلع اي 2 مره ثانيه اللي هي انتجريشن لكن لو وقفت الجين في البليتليت مش هتعوض ثرومبوكسين اي 2 لان الجين مش هيطلع انزيم ايه ثاني فده وقف لفتره طويله لكن ده وقف لفتره ايه قصيره فالمحصله النهائيه ده اللي هيبقى عنده بقى ترايسبس لسه شغال ده البايسبس والترايسبس باظوا خلاص فدي نون نيوكليتد فمش هتطلع معناه الجين يطلع انزيم جديد يعوض ثرومبوكسين اي 2 وقف خلاص دي نيوكليتد طلع انزيم كوكس 1 جديد فيطلع لك مور ايه اي 2 انهيبيت اجري مهمين جدا جدا الاكشن ساعتهم المتكامله واحد في سايتوك انجري واحد حوالين الانجري وواحد ترمينيت ليبر بقوه وبعدين في ميدياتورز اوف انفلا ميشن وميدياتور اوف كبير انافيلاكسس وفي يقول لك ده اقوى 100 مره من الهستامين البيوتوينز دي اقوى 100 مره من الهستامين فتستخدم ادويه ساحره انتي انفلاماتوري بس لها سايد افكتس جامده استخدام المزمن بتاعها وتستخدم ادويه اضعف لها سايد افكتس ايه اقل الموضوع هام جدا يبقى كده خدنا فاتي ليفر واللوكال هرمون بروستاجلاند ليكو تراينز كمان شويه كمان ولا كمان دلوقتي سؤال بس هو ترمينيت ليبر ولا انديوس ليبر؟ انا قلت ترمينيت ليبر ترمينيت بريجننسي يعني انديوس ايه؟ ليبر ترمينيت بريجننسي انا جمعتهم في بعض عشان اقولها بسرعه ترمينيت بريجننسي انديوس ايه بقى؟
ليبر ليبر بس كده ماشي هنبدا دلوقتي ولا ما لناش نص ساعه ما لناش نص ساعه احنا مكملين دايريكس يلا دايريكس ما زالت هم تعبانين ليه وقالوا تعبنا وبدت وخلوني اكرس في دايريكس ما لناش نص ساعه احنا نايمين وجايين انتوا سهلين نايمين دلوقتي متخطرين انتوا بتعرفوا في الشطر ده حاجتين هايبر كوليسترولينيا واخره اسبابها ومنعها وعلاجاتها والدايبيتس مرضين اساسيين اللي هم يعني الاعمار بالله مش معنى عارف بس بيتحكموا في اعمار البني ادمين لو البني ادم قعد ما يعانيش من امراض المزمنه اللي اسمها السكر والكوليسترول العالي تصلب الشرايين والضغط دم العالي ما يعانيش من دول بيكمل التسعينات يعني لو حادثه عربيه بقى هو حر يعني لكن لو عنده دايابيتس لاقيه يعني ستينات سبعينات كفايه يعني حلو قوي الحمد لله هايبرتنشن نفس الحكايه اثيروسكلروز نفس الايه حكايه لكن الناس اللي عايشين حياه صحيه ما عندهمش الامراض المزمنه دي فعلا يكملوا ايه اعمار يعني ما شاء الله يعني فحاجات مهمه حاجات مهمه كثقافه عامه زي انها بعادات حياتيه صحيه بصفه عامه الناس حتى العاديين يعرفوها يعني وبعلاجات حقيقيه لامراض ايه موجوده يعني بس هو مش قاعده يا دكتور يعني في ناس عنده دايبيتيز وعنده هايبرتنشن وعايش ل 85 93 شفت بقى الناس قاعدين يقولوا يلا بقى وهو مش راضي برضه مش راضي لا قول كده العمليه الاحصائيه بتقول يعني مش ايه 100% قول مثلا دول المتوسط بتاع اعمارهم اقل شويه ودول متوسط عمرهم ايه؟ اعلى شويه فلت واحد من النص يفلت ممكن بيتعالج كويس بيحافظ على صحته عنده الدايبيتس بس ايه؟ ماشي في العلاج يعني منتظم كويس يعني بيحصل. تعريف الدايبيتس It is a metabolic error. Metabolic error. Affecting primarily glucose او carbohydrate metabolism. جلوكوز حيالة في الدم في البلازما. With ليه بقوله بعد الليبيد؟ With secondary changes مع تغييرات ثانويه. In lipid and amino acid metabolism يعني تغيرات ثانويه في ايه في الليبيد وامينو اسيد ده احنا بقى ابتدينا الليبيد بقى نعرفه بقى يعني 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 كالونايكرون يعني في ال جي ال يعني ايه كيتون باز يعني ابتدينا نعرف حاجات تاني تعريف it is metabolic error affecting primarily a carbohydrate metabolism with secondary changes in lipid and amino acid طب ايه بقى الايرور يعني اولا لازم تنوعه لنوعين type 1 وده اللي بيجي في السن الصغير before اقل من الايدج اوف 30 years ان شاء الله طفل صغير سنه وسنتين ورقم 40 سنه ده رقم قديم وهقول لكم ليه رقم قديم في وسط الكلام تايب 2 above the age of 30 years above the age of 30 years طب ليه مسميين تايب 1 انسولين ديبندنت دايابيتس لسه هيبان سر الاسم وانت بتتكلم على السبب هيبان سر الاسم ده انسولين ديبندنت وانت بتتكلم على السبب وده بالعكس هيسموه نون انسولين ديبندنت هيبان ليه برضه وده من سن صغير ان شاء الله طفل صغير هيسموه جوفينايل اونست لكن ده هيسموه ادلت اونست ده هيسموه ايه؟ جوفينايل ده هيسموه ادلت ما تيجي يلا نفرق بينهم في الاسباب من اول السبب نفرق هنا حصل ديستراكشن وبيتا سيلز وبنكرياس معناها دايما هتطلع انسولين ايه قليل حتى لو اكلت مش عارف تطلع انسولين لو انسولين على جلوكاجون طب ليه كده والله بقى هو قال ممكن يكون سبب اسمه اوتو اميون ديس اوردر خطا في جهاز المناعه عمل انتي بودز خطا ضد ماي اون بيتا ايه سيلز بوظها ده كان واحد كلمته زمان جاله تايب 1 من زمان وهو طفل صغير في الحضانه كان جاله فيروس مشهور بيه الاطفال في الحضانه ساعات ينتشر اسمه مامس فيروس اللي هو بيجي في البروت جلاند ودي تتضخم كده ويسخن الغده النكافيه دي بتاع اطفال كتير قوي يقعد من غير اسبوع صوته ما يرجع تاني هو بقى خلص المامس فيروس ده والحاره نزلت ظهرت على السكر عليه عمل خطا جهاز المناعه بتاعه انتي بودز ضد المامس فيروس وفي نفس الوقت اشتغلت ضد ايه؟ الفيتا سيل بوظتها
فبقى الانسولين دايما عنده ايه قليل، ما هو ده اللي اسمه اوتو ايميون. طبعا في اسباب اخرى غلطوا من يعني قال فيروس نفسه هجم على البيتا سيل، فيروس نفسه هجم بنفسه على البيتا سيل. في امراض هناخدها في المعادن في الترم الثاني، ايرن يزيد يترسب بزياده في البيتا سيل يبوظها، كابر يزيد دي امراض برضه يترسب بيتا سيل يبوظها، بس دي حاجات ايه قليله هناخدها بعد كده. ايرن يزيد كابر يزيد او فيروس هجم بنفسه، بس المهم كمان تقول كلمه. طب ايه اللي هيحصل لو دايما الانسولين قال هرمونز فاستنج اعلى؟ يعني قصدي اقول ايه اللي هيحصل في الكربوهيدرات ميتابوليزم؟ تقول كلمه هايبر جلايسيميا، زياده الجلوكوز في البلازما وتبررها. هنا في سببين للهايبر جلايسيميا، زياده الجلوكوز في البلازما، سبب يخليه يعلى جلوكوز بعد الوجبه، وسبب يعلي الجلوكوز في البلازما حتى من غير ما ياكل خالص. ايه بقى السبب ده؟ مش الانسولين قليل، مش ده معناها يقل الجلوكوز ابتيك باي اكبر تيش وزنا وحجما؟ هنا اكبر تيش وزنا وحجما ده ماسل واديبوز، اصله هيقل النمبر بتاع جلوتي 4 اللي كان بيدخل الجلوكوز جواه، امال ايه كان بيزود النمبر بتاعه؟ ديو تو ديكريز النمبر بتاع مين بقى؟ جلوتي 4. السبب ده يخلي عندك هايبر جلايسيميا بعد الوجبه، تيجي تطلع انسولين ما تطلعش، فما دخلش جلوكوز جواهم، جلوتي 4 ايه؟ قليل. لا عندك سبب ثاني يعمل لك هايبر جلايسيميا حتى من غير ما تاكل، اللي هو انا نورمالي ببقى كده في الصيام، انسولين اقل هرمون فاستنج اعلى، لما اكل اقلب الريشيو واطلع ايه؟ انسولين واقلب الريشيو، وبالعكس ابقى ايه؟ هاي انسولين على جلوكاجون لما اكل، هو حتى غلبان. حتى لو اكل مش عارف يطلع ايه. طب هو السيتس دي انت قال هرمون فاستنج اعلى تشتغل في الليفر جلايكوليسس ولا جلوكونيوجينيسس؟ اه كانه ساين بس غصب عنه، فالليفر شغال جلوكونيوجينيس. الاخيره كلمه جلوكوز، اه يعني طلع جلوكوز في الدم، بس الجلوكوز ده مش كربونات، يعني جاي من الاشباح ولا جاي من مركبات؟ من مخزوناتي الداخليه. ليه الجليسرول بيدي جلوكوز باي جلوكونيوجينيسس؟ جا منين الجليسرول ده؟ هو جا منين؟ مش انت قلت انسولين اقل هرمونز اوف فاستنج اعلى؟ ما هو ده شغال في الاديبوز لايبوليسز اول ذا تايم، ويبقى جلد على العظم وجليسرول الاول ده ويروح الليفر يدي جلوكوز باي جلوكونيوجينيسس. مش ده انسولين اقل هرمونز اوف فاستنج اعلى؟ لايبوليس. يبقى ده جاي منين؟ مخزوناتي الداخليه لايبوليس. وكمان الامينو اسيد بتدي جلوكوز، كان اسمهم جلوكوجينيك امينو اسيد. طب جم منين؟ مخزوناتي الداخليه. مش انسولين اقل هرمونز اوف فاستنج اعلى؟ ماسل بروتيولوسس، تكسير الماسل بروتين، هتبعت الليفر فيه امينو ايه؟ اسيد. من مخزوناته الداخليه قاعد يكون جلوكوز، نتيجه الليفر قالب على طول اتجاه واحد جلوكونيو، ولا ملان هرمون الستيتس. هنا بقى حتى لو ما كانش من مخزوناته الداخليه قاعد يعمل ايه؟ جلوكوز حتى من غير ما ياكل. تقول هايبر جلايسيميا مالهاش دعوه بالاكل، نوت كوريت لايه؟ الدايت. انا اعرف واحد تايب 1 كان بياكل حقن ايه؟ ما عندوش حد بيحقن سنين وياكل. فمره ايه رايح الشغل قال لك ايه، انا طول النهار هبقى بره البيت، هرجع بالليل متاخر، مش ناوي اكل طول النهار، يا مش هاخد الحقنه، ما انا مش ناوي اكل بقى. قعد طول النهار ما ياكلش ولا اخد الحقنه اللي كان بياخدها، المفروض ياكلها ويفطر وينزل ومعاه حاجه حلوه كمان تجيبه المفروض يعني، ما خدش الحقنه ولا اكل. رجع اخر النهار يقول لك يا نهار ابيض، يجي يسيب الجلوكوز ومروح البيت، ده الجلوكوز ضارب وانا ما خدتش ولا لقمه. من مخزوناتك الداخليه ديستراكشن اوف بيتا سيل، انسولين هرمونز اوف فاستنج اعلى، اولويز ميكينج جلوكونيو. مالكش حل غير انك تاخد حقن ايه؟ وتاكل معاها كويس عشان ما يجيلكش هايبو. هنا بقى مختلف تماما، ده بتاع السن الكبير اللي افترى في الاكل، وطالما العادات الغذائيه بقت اسوأ في العالم فبيظهر في سن مبكر. كان زمان يقولوا لنا ابوف ذا ايج اوف 40، دلوقتي ابوف ذا ايج اوف ايه؟ 30، من زياده العادات الغذائيه السيئه اللي هي ايه بقى؟ العادات الغذائيه السيئه فريكونت يعني بصوره متكرره، انتيك اوف هاي كربوهيدرات دايت. طب هيحصل ايه؟ البنكرياس بتاعي شبه سليم، قال يطلع انسولين على طول، مش هياكل كربوهيدرات، مش ده بيدخل جلوكوز جوه الخلايا؟ بس ثانيه واحده، الناس يعني من كتر ما اتعودوا على الخطا فبالنسبه لهم الصحيح ايه هو الصحيح بقى؟ مفروض البنادمين بتوع زمان يا سيدي، بتوع زمان، هل بتوع زمان كان عندهم على كل ناصية شارع كشك حاجه ساقعه وبسكوت وشجار وحاجه زي؟ لا. طب هل بتوع زمان كان عندهم في البيت ثلاجه يحفظوا بيها الاطعمه فترات طويله، فمنو اي لحظه بالليل يفتح ثلاجه يلاقي حاجات ياكلها؟ برضه لا. الناس بتوع زمان لو اكل واحد بقى واحده في اليوم يبقى الحمد لله ربنا استرها معانا،
وجبتين اكيد النهارده كان عيد الاعياد ولا حاجه زي كده. الوضع الطبيعي ممكن ما ليش اكل خالص يعني. يعني خليك معتدل. نفترض الاتي: اليوم في كام ساعه؟ 24 ساعه. فلو انت مثلا بتاكل اهو يا عم 3 وجبات في اليوم، يعني المفروض تقسم 24 على 3، بين كل واحده والثانيه 7 8 ساعات. ده المفروض اعمل كده فعلا، وكده بتلبس بدايه الصيام. ازاي بدايه الصيام؟ ما هو الصيام مش معناها صوم رمضان. بصوا بدايه الصيام ازاي؟ انا خلصت اخر وجبه اهو من زيرو تايم، من بدايه الوجبه دي لاربع ساعات، ده اسمه ويل فيل ستيت. اول ساعتين بعمل دايجيشن وايه؟ ابزوربشن، وتاني ساعتين معايا جلوكوز في الدم كامينج فروم دايت من زيرو لاربعة ويل فيل ستيت. خلص الجلوكوز بتاع الدايت، بعد اربع ساعات بدايه الصيام، الليفر يبتدي يكسر الجلايكوجين ويطلع جلوكوز، ابتديت اهو صيام بعد اربع ايه؟ ساعات. فمفروض من اقعد من كل وجبه والتانيه 7 8 ساعات، المس بدايه الصيام ده، وحتى بقى اريح البنكرياس شويه، اقلل الانسولين ايه؟ ريليز بعد ما كان عالي من زيرو لاربع ساعات، فاريح البنكرياس واريح الجهاز الهضمي. يا اخي يا مكنه ده مش، لكن انسان العصر الحديث مش كده. انسان العصر الحديث كل ساعتين تفضى املاء، تفضى املاء، تفضى املاء، وكل شويه بسكوت وشوكولا حاجه ساعه، يعني فريكوينت انتيك اوف هاي ايه؟ كربوهيدرات. طب ما ايه يعني؟ في ناس بياكلوا كده ويتخانوا ان طبعا الانسولين هيدخل الجلوكوز ولا الاديبوز هيبني فات. الانسولين هيدخل الجلوكوز ولا الاديبوز يبني ايه؟ فات. يتخانوا بيبقوا نورمو جلايسيميك، يعني مفيش دايبيتس. بس في عائلات ثانيه لا، في عائلات عندها عم وراثي بينتقل في العيله ياكلوا بالطريقه دي يتخانوا وهايبر جلايسيميك. ليه؟ التارجت تيشو قاعد يتعرض للانسولين بصوره مستمره سنين طويله. التارجت تيشو يعمل ادابتيشن، يعني نحس، يعني بطل يستجيب، يقل النمبر اوف انسولين ريسبتورز. من كتر التعرض للانسولين المتواصل بيحصل حاجه اسمها داون ريجوليشن، يعني يقل النمبر اوف انسولين ايه؟ ريسبتورز. هنا في عامل وراثي بيورث في العيله، بحيث لما التارجت سيلز تعرض انسولين متواصل، الانسولين دي بعد سكند ماسنجر انهبت الجين اللي بيطلع الايه؟ الريسبتور. الانسولين طلع سكند ماسنجر، الانسولين طلع ريسبتور، فيبتدي نمبر الريسبتور ايه؟ يقل. بس هذا العامل الوراثي اللي خاص بالدي ان ايه مش علينا تفاصيله، بس هو ده اللي بيورث في عيلتنا. ان عيلتنا بعد فتره من الاكل الرهيب ده بيجي لها ديكريس في النمبر الانسولين ايه؟ ريسبتور، تبقى اقل من المطلوبه. طبعا اقل من المطلوبه هيحصل هايبر ايه؟ جلايسيميا. هل كل العائلات كده ولا بعض العائلات؟ بس الحقيقه هو مرتبط برضه بعادات غذائيه سيئه، عشان كده ابتدى ينتشر على مستوى ايه؟ العالم يعني. بس انا اسال سؤال، يعني هنا برضه هايبر جلايسيميا، بس لازم اقول كورليتد للدايت. هنا كانت حتى من غير ما ايه؟ ما ياكل، لكن هنا كورليتد للدايت. ده وضحها لي كورليتد للدايت. بص بقى، انا قلت الانسولين ريسبتور ابسنت ولا موجودين بس اقل من المطلوب؟ يعني قصدي ايه؟ انا يا عم كنت زمان معتدل في الاكل والله، قبل ما بطني ما توسع، ما كنتش باكل كل ساعتين، كل ساعه 8 ساعات. فكان زمان مطلوب مني ادخل في الدقيقه مثلا 100 جلوكوز جوه الخليه في الدقيقه، بدخلهم مفيش مشكله، بدخل ايه؟ 100 جلوكوز في الدقيقه. افتريت في الاكل وبقت بطني واسعه، كل ساعتين اكل واملاها، بقى المفروض مني ادخل 1000 جلوكوز في الدقيقه. شفت 10 مرات اكلت قبل زمان 10 مرات. الريسبتور موجوده وهتدخل جلوكوز، بس على قد ما قدرت دخلت 400، دول ال 1000؟ بس زودت عن زمان، ده 100 بقوا كام؟ 400. بس سايب هنا 600 في الدم يعملوا لك هايبر ايه؟ جلايسيميا. يعني تايب 2 دخل الجلوكوز وبزياده عن زمان، بس لسه في طابور ما دخلش. المفروض كان يزود النمبر اوف ريسبتورز بتاعت الانسولين عن كده، ما قدرش، عشان عنده حاجه اسمها ايه بقى؟ داون ريشن ريسبتور، موجوده بس اقل المطلوب، عشان الانسولين عالي، عشان بياكل ايه؟ كتير. شفت بقى ان كورتيك دايت لو عمل رجيم ورياضه وحرق الجلوكوز واكل معتدل، الريسبتور استظهر مره تاني في بداية المرض. ممكن كده رجيم ورياضة يحلوا له المشكلة في البداية، بعد كده هيحصل حاجات تانية، بس في البداية كان ممكن كده. يبقى دخل جلوكوز ما دخلش؟ دخل، وأكتر من الأول بقى أكتر، بس هل كافي؟ يبقى الريسبتور أقل المطلوب. هو ده اللي بقوله. الخلية زي الإزازة اللي أنت بتملاها مية اتملت على الآخر ولسه بتطلب مية، طب المية زيادة هتبقى بره الإيه؟ الإزازة، بره الإيه؟ يبقى هنا هايبر جلاسيميا كورليتد تو دايت، وان هايبرجلايسيميا حتى من غير ما ياكل، ده غلبان، ممكن تبقى ايه؟ دايت. دي الميتابوليك تشينج في الكربوهيدرات. هاخد بريك ولا مكملين؟ مكملين. كويس قوي. ما شاء الله. تعالوا نشوف ميتابوليك تشينج بقى في الليبيد. دي كربوهيدرات، ميتابوليك تشينج، هايبرجلايسيميا حتى من غير ما ياكل، هايبرجلايسيميا بس لما ياكل مع داون ريجريشن في الريسبتور. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في الليبيد ميتابوليزم. نشوف. ايه اللي بيحصل في الليبيد ميتابوليزم؟
سواء تايب 1 او تايب ايه 2. الكي بتاعتك تقولها ايه؟ ان تايب 1 دايما عنده لو انسولين على جلوكاجون، حتى لما بياكل ما بيعرفش يطلع ايه انسولين غصب عنه، بيصرفها بيتا سيل. لكن ده بالعكس عنده دايما كل ساعتين جبناها يعني هاي انسولين على جلوكاجون. هو مره طلع كرر تايب 2 ده دخل جلوكوز جوه الخلايا واكتر من الاول، بس المطلوب منه كان ايه؟ كتير بالنسبه للنمبر اوف ريسبتورز، مش قادر يزوده، قليلين يعني، فزاد منه الجلوكوز في الدم برغم انه دخل كتير، زاد برضه ايه؟ في طابور لسه ما دخلش. تقول هنا ايه بقى؟ اللي هو في الليبيد، واحد عنده انسولين قال هرمونز فاستنج اعلى غصب عنه اوف ذا تايم، يعني ده في الاديبوز تيشو يعمل لايبوجينيسيس ولا لايبولوسيس؟ ويبقى جلد على العظم. دايما عندي زياده في السيركليتين فري فاتي اسيد وفري جليسرول، جلد على العظم. تايب 1 ده لو ما بيتعالجش، احنا بنتكلم على ان كنترولد كيس، كان ان كنترولد كيس ما بيتعالجش خالص، بياخد جرعات قليله من الانسولين، يفضل كده جلد على العظم عشان لايبولوسيس، وبعد كده في المصل كمان هيبقى ايه؟ بروتيولوسيس، جلد على العظم، لا دهن ولا لحم، ياخد من هنا حقن الانسولين وياكل وراها كويس، يروح الانسولين اللي اخده في حقن ده يروح مدخل الجلوكوز في الاديبوز ويبني فات، والصحه ترد في جسمه تاني، الوزن يرد، ويدخل جلوكوز وامينو اسيد في المصل ويبني بروتين، واللحم يرد فيه تاني، صحته ترد بعد ما كان جلد على ايه؟ بس احنا دلوقتي بنتكلم على واحد ما بيتعالجش، يعني جلد على ايه؟ على عظم. لايبولسيس. وايه كمان؟ الهرمون الفيتاتس بتمني عليه كده غصب عنه. طب ما هما الجماعه دول هيروحوا للليفر والجليسرول، هيروح مدي جلوكوز ويسوق الكونديشن اكتر حتى من غير ما ياكل المخزونات الداخليه. ما هي دي اللي اسمها ايه؟ جلوكو نيو جينيسيس. طب الفاتي اسيد بقى؟ طب معروفه فاتي اسيد اكسده في الليفر بيتا اوكسيديشن واطلع اسيتايل كو ايه؟ يتراكم، مش هيكمل الكاربس ليه؟ اوكزالو سيت نوت افيلابل دايفرت جلوكو نيو، فيتراكم فين؟ دي حاجه اسمها كيتون بودس يطلع في الدم، ولما الريت اوف برودكشن اوف كيتون بودس يبقى اعلى من الريت اوف يوتيلايزيشن، الريت برودكشن عالي لان جاي له حاجات كتير من الهايبوثيسيس مستمره ما تعالجش، والريت اوف برودكشن عالي بيحصل له حاجه اسمها كيتو اسي، تظهر ريحه ايه في بقه وفي اليورين؟ اسيتون اسيتون اسيتون. خلاص دلوقتي الجلد على العظم، انسولين عالي، هرمونز فاستنج اعلى، لايبوثيسيس دول يزيدوا في الدم، ويسوى كونديشن اكتر، جليسرول باي جلوكوجينيسيس، واستايل كويت رقم في الليفر، كيتون بودس كيتو اسي، ريحه الاسيتون في بقه، يقول لك كده فلان مشهور عنده سكر في العيله، يقول لك تخش عليه الشقه تفتح باب الشقه ريحه الاسيتون مهفهفه من الحمام جوه، الحمام الشباك مفتوح والهواء ماشي لحد طيار لحد باب الشقه، ريحه الاسيتون ايه مهفهفه من جوه، ده من بق ناس من عائلات كان عندهم سكر يعني، ريحه الاسيتون ريحه الايه؟ التفاح المعطن، ريحه التفاح الايه؟ المعطن اسيتون، عشان تشرح الاسيتون لا ليه يشتم الصيدليه ويشم ريحته. بس بتاع الحريم بيبقى حاطين عليه مكسبات رائحه وحاجات ثانيه اسيتون بيحاول حقيقي يعني. التفاح المعطن، ايه كمان؟ ليه هيزيد عنده الكايلو مايكرون اللي كانت ماشيه من الجي اي تي لليفر، والفي ال دي ال اللي كانت ماشيه من الليفر الى الاكسترا هيباتيكال؟ مش الاثنين دول كانوا كبار وكان في حد بيصغرهم ويروق البلازما؟ انزيم كان اسمه في جدار الاوعيه الدمويه لايبوبروتين لايبيز. طب ما هو الجين بتاعه في جدار الاوعيه الدمويه انديوسد باي انسولين، والانسولين بتاعه قليل، يبقى الاكتيفيتي بتاعته بقت قليله، عشان كده تصغير الكايلو مايكرون بطيء وتصغير الدي ال ال بطيء، فتراكمه في الدم، الكليرنس بتاعهم ايه؟ بطيء، تراكمه في الدم. وايه كمان؟ وهايبر كوليسترولينيا في الدم. طب ليه هايبر كوليسترولينيا في الدم؟ نقولها الاتي، هل احنا قلنا ان الكوليسترول له شكلين؟ يا فري كوليسترول رينز بتكره الميه او اتش بتحب الميه، يبقى كده انفيباسيك يعني نسبيا، يا اما يبقى بالعكس كوليسترول رينز بتكره الميه وراكب عليه فاتي اسيد يكره كوليسترول استر يكره الميه تماما. في شكلين. طب مين النوع اللي ممكن ينزل مع البايل بسهوله؟ الفري ده انتي باسيف دايب شويه فينزل مع البايل واكسكريت من الجي اي تي ستول، ده لو نزل مع البايل بيكره الميه تماما مش انتي باسيف، يترص يعمل حصوات، بس الليفر ما بيخزنش الدهون
في حاجه اسمها فاتي ليفر فيكوروا جوه كوره اسمها وتطلع بقى في سيركيليشن. فانت هنا انا هقول دلوقتي في تايب 1 هيزيد الكونسيو الاسترا في ليفر اكتر من الفري وبدل بينزل على الدايت بيطلع فيه ار جي يعني يترص في الجدره الدوريه الدمويه ويعمل اكله. طب ليه حصل توزيع خاطئ؟ انا هقول وانا مطمن الكونسيو الاسترا زاد في الليفر عشان الليفر جاي له كميه كبيره من فري فاتي اسيد. كله منين؟ من اللايبولسز يا عم اللي انت مش عارف توقفها دي بالعلاج. لايبولس شغاله وما بتتعالجش فالليفر جاله فري فاتي اسيد زودوا كونسيو الاسترا على حساب مين؟ الفري ده ما بينزلش مع البايل وطلع في الدم. توزيع خاطئ للكوليسترول اثره توزيع خاطئ للكوليسترول اثره ايه؟ يبقى تاني انسولين اقل هرمون فاستنج اعلى ده المفتاح بتاع الموضوع. هتعمل ايه في الاديبوز؟ لايبولايسيس جلد العض ويزيد في الدم فيه فتاس فري ايه؟ جليسو. طب جليسو هيعمل ايه في الليبر؟ ويسوى كونديشن حتى من غير ما تاكل هايبر جلايسيميا من غير ما تاكل والفاتي اسيد ستايل كويس. طب ليه ما لقاش اوكزالو استيت يعمل كيربس دايفرت الجلوكونيجينيسيس تراكم عندك كيتو بودز كيتو اسيد وريحه الاسيتون خارجه من بقه من اليورين دول تصغيرهم بقى بطيء ديكريز اكتيفيتي اوف لايبوتين لايبيز عشان لو انس كان بينشط جيني بتاع لايبوتين لايبيز. توزيع خاطئ للكوليسترول بدل ما ينزل مع الباي فري كوليسترول بيطلع في الدم كوليسترول ايه؟ استرا فاتي اسيد اثيروسكلروزس. هنا بقى تعكس الكلام انا قلت دخل الجلوكوز جوه الخلايا مش كافي بس دخل اكتر من الاول اكتر من زمان مش كده؟ يعني هنا تقول ايه؟ عكس اللايبولايسيس بالظبط. هو الانسولين شغال بس اقل من المطلوب. ثانية واحدة بقى مش الجلوكوز اللي دخل جوه الخلايا وانت دخلت فعلا جلوكوز مش بالجلايكولز بيدي بايروفيك مش ده بالبي دي اف بي دي اتش ده دايروجينيز كومبلكس يحولوا الى ده وحده بناء الفاتي ايه؟ اسمها دي لايكوجينيز. مش الجلوكوز بالجلايكولز بيدي ذهب مش ده الذهب اهو مش ده الذهب ازوده اتش تاني ده ايه؟ من ناد اتش بقى الاكتف فورم جليسرول بقى كله كحولات جليسرول 3 فوسفيت يبقى الذهب دوري اتش تاني من ناد اتش. الحمد لله على السلامه ركب فاتي اسيد نمره 1 نمره 2 فوق الفوسفيت 3 بين 2 ما هي دي لايبوجينيسيس. والانسولين زمان كان بينشط الريجيلاتوري انزيمز والجلايكوليسيس وينشط البي دي اتش وينشط اي سي سي. من اي سي سي ده اللي كان فيه جميع انواع الريجيليشن الخطوه الزياده وزاره الترابونيه ورميها تاني كان اندكشن الجين اندكشن بالانسولين ودي فوسفوريليشن بالانسولين بنيه التاج فين بقى؟ يعني لايبوجينيسيس عكس لايبوليس فين صحيح؟ فين صحيح؟ هات التاج هنا ايه ده؟ يبقى انا الراجل ايه؟ يعني عكس ده كان جلد على عظم ده جلد على عظم انا هنا لقيت ايه؟ اوبيس نسبيا وحجم التاج الزياده ده في الليفر. طب لما بتبني تاج في الليفر هل ما بيخزن دهون؟ فيزود الريليز اوف يبقى هنا في ال جي تزيد لوحدها اوفر برودكشن بدني تاج بزياده بالجلوكوز اللي دخل وخاصه بقى دخول الجلوكوز في الليفر زمان انسولين ان دخول الجلوكوز في الليفر انسولين ايه؟ انه فتخرج بقى الفيتيال. مفيش مبرر لزياده الكايلو مايكرو. اصل انا مشكلتي هاي فات دايت ولا هاي كربوهيدريت؟ ودي اللي فيها الاندوجينس فات بتبني من الجلوكوز. دي اللي فيها الاندوجينس فات بتبني من ايه؟ جلوكوز. مفيش مبرر تزود الاثنين. انت مش بتاكل هاي فات دايت ولا كليرنس بطيء يعني لايبروتين لايبيز شغال طبيعي تقريبا هو الانسولين موجود والريسبتور بس اللي قال فده شغال فكليرنس طبيعي لكن البرودكشن هنا ايه؟ عالي. نزيد واحده من غير كارمانتون يعني. طب ليه برضه هايبر كوليسترولينيا؟ يعني اول واحده لايكوجينيسيس وعودت بقى هنا وبقى اوبيز وهنا وخرج في ال تي ال وتاني حاجه هاي يعني زياده الكوليسترول في الدم يعني برضه الاثنين يحصل لهم اثرو بس هنا بقى السبب مختلف. هنا كان توزيع خاطئ للكوليسترول بدل ما ينزل مع البايل طلع في الدم. هنا مش توزيع خاطئ. ما انا قلت مره وكذا مره جميع انواع الدهون بتديني مين؟ من الجلوكوز. الجلوكوز بيدي استايل كو ايه؟ يبني فاتي اسيد ويبني كوليسترول. الجلوكوز اللي داخل جوه الخلايا ده بيبني ايه؟ كوليسترول. ولسه ما خدناش الباثوي ما خدناش كوليسترول. بس الانزيم هيبقى اسمه اتش ام جي كو اي ريدكتيز. هو بين البنى الدهني في ريدكشن؟ مش بناء الفاتي اسيد ريدكشن شيل ميه ريدكشن ومتكرره وده برضه ريدكشن اهو. مين الكونزامت على ريدكشن هيبقى؟
النادي اتش هتلاقي ده باثوي بيلاقي كونسيوم في الجسم في الخلايا اول جلوكوز يعني شغال بمين بالانسولين بالدي فوسفوريشن يعني الدنيا شغاله كونسيوم سنس ذات مع يخرج جوه مين الفي ار دي بره يبقى هنا هايبر انسولينيميا عشان زياده حقيقيه في بناء الكوليسترول من الجلوكوز اللي داخل الخلايا زياده في حقيقيه في كونسيوم سنس لكنها زياده في كونسيوم سنس ولا توزيع خاطئ توزيع خاطئ كونسيوم فالاثنين عندهم هايبر انسولينيميا بس النتيجه او السبب مختلف نتيجه واحده السبب مختلف هنا توزيع خاطئ بدل ما ينزل مع البايل طلع في الدم كونسيوم استر عشان لايبوز بعتته فاتي اسيد وده ما بينزلش مع البايل وهنا عشان بنيته من استرجين جلوكوز اللي داخل كتير والجي اتش جي كوراكتيز ده ريجيلاتوري انزايم سنتد باي ايه انسولين طيب اسال سؤال ايه اللي تشينجز ده في الامينو اسيد ميتابوليزم هنا ما تقولش حاجه هنا تقول كلمه واحده ايه بقى ما انا اقول الاول كده ان انا كان عندي بالانس طبيعي قبل ما يجي المرض ده انسولين بيدخل امينو اسيد العضلات ويساعد بروتين سنس انسولين انابوليك بيدخل امينو اسيد العضلات ويساعد بروتين ايه سنس وعلى الناحيه الثانيه اقوى هرمون في بتوع الصيام يعمل يعني بروتيولسيس كورتيزول اكتر واحد بيعمل بورتيولز مين كورتيزول وفي بالانس انا تايب 1 البالانس وقع مني مين وقع مني الانسولين بقى مين شغال لوحده كورتيزول ماسل بروتيولز مستمره من غير انسولين ما يوقفها وبالتالي جلد على عظم يا عم ولا دهن ولا لا وخلينا بقى ماسل بروتيولز هتبعت الليفر مور امينو ايه اسيد يدوا جلوكوز مور عايز يدوا ايه وبعضهم بيدوا كيتون بودز كيتوجينيك امينو اسيد وجلوكوجينيك امينو ايه اسد يعني هتسوق كونديشن اكتر انا بتكلم على كيس كنترول ولا ان كنترول فتقول هنا ماسل برتشالوسس والستيمولس هو الكورتيزول وتبقى امينو اسيد الليفر جلوكوجينيك كيتوجينيك وهنا ما تقولش حاجه معينه كده ميتابوليك تشينجز خلصناهم كربوهيدرات هايبرجلاسيميا من غير ناكل هايبرجلاسيميا لها علاقه بالاكل والليبيد لايبوليسيس هنا بالعكس لايبوجينيسيس وهنا كيتو اسيدوزيس هنا ما فيش هايبركولسترولينيا هايبركولسترولينيا والبروتيولز هنا وهنا مفيش مفروض نقول دلوقتي كلينيكال بيكتشر بعد البريك يلا بريك 10 دقايق يعني ايه بوليوريا فوليوم فيري مزيد تنظيم شوجر بينزل في اليورين جلوكوز بلازما تعدى رقم اسمه رينال ثريشولد اللي هو 180 ملي جرام بر ديسيليتر ده ينزل في البول يسحب معاه ميه ونازل باي اوزمولاريتي بس هل العيان هيجي يشتكي عشان فوليوم جولد اليورين زاد ان انا كنت نور بجيب 3 ارباع الى 1.5 لتر في اليوم طبيعي من 3 ارباع ل 1.5 لتر بدي اجيب 3 لتر هشتكي من كده لا امال ليه شكله هيشتكي منها لا امتى يسحب الليل الليل كنت نورمال الليل ما قومش من سرير خالص او اقوم مره واحده بس لو ما قومش من سرير خالص او مره واحده ده نورمال لا يا عم ده انا بقيت اقوم من النوم في الليل الواحده 5 مرات رايح جاي والناس كلها نايمه وانا اللي قايم رايح جاي وبعدين كل مره ايه الوصفه ده مهم وكل مره اروح الحمام ايه اسافر يعني ايه اسافر يعني طويل كميات كبيره يعني اصل في ناس تروح الحمام ورايحه جايه على قد نقطتين ثلاثه عشان عندهم حرقان في الوير بلادر ومع الحرقان ده يعني فيها في صديد وانفكشن حاجه ثانيه خالص اسمها التهاب الوير بلادر وعايزه مضاد حيوي عشان عندك حرقان وانفكشن وصديد لكن ده من غير حرقان ولا حاجه كميات ايه كبيره وبفقد الجلوكوز مع ميه بكميات كبيره اوزموتيك دايوريتكس طب يعني ايه بوليديكسيا؟ طب ليه عطش مستمر؟ مش بس عشان بيفقد ميه بزياده في البول اوزموتيك دايرس مع جلوكوز لا في سبب يخليني عطشان من قبل ما اخش الحمام انا الدم بتاعي بنتكلم عن ان كنترول كيس هايبر جلايسيميك بلاد جوه العده ميه طب الهايبر جلايسيميك بلاد ده يبقى هايبر اوزمولر يعني اوزمولاريتي بتاعته ايه؟ عاليه فيسحب باي اوزموزز الميه من التيشو تو ذا انسايد بلاد فيزل ولما اسحب ميه من تيشو تو لاين سايد بلاد فيزل اعمل دي هايدريشن وبرين سنترز هديك احساس انك عطشان دي هايدريشن برين ايه سنترز حط الميه باي اوزمولاريتي جوه الاوعيه الدمويه هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار بلاد واسحب ميه جوه البلاد فيزل من الميوكاس ميمبر اوف ذا ماوث دراينس اوف ذا ماوث اسحب ميه منين ميوكاس ميمبر اوف ذا ماوث حتى من قبل تخش الحمام تعمل بول هنا من بوق عيون السكر يقول لك ايه انا اول مره احس بالاحساس ده كلنا عطشنا قبل كده لكن انا حاسس ان بقي ناشف لدرجه ان لساني لزق في سقف حلقي مش بيفكوا من بعض مره تانية من كتر الدراينس اللي ايه الرهيبه وسحب الماينو تيشو بايزولارتي حد عطش قبل كده
حاسس انه الانسان لازم يفسق في حقه تتهيأ لي لا دي لكن بتوع دريس هيقولوا كده قولي في الجانين جوع كتير مشهور بتاع دافيتي يقول لك ايه كنا بنحضر السفره في امانه الله لقينا كده رغيف بلدي مش موجود يقول لك مثلا كانت الفرخه بايته في الثلاجه في امانه الله بالليل صبحنا الصبح لقينا الهيكل العظمي بتاع الفرخه هو الموجود بس ليه بقى جوع مستمر دخول الجلوكوز في البرين مش محتاج انسولين دخول الجلوكوز في البرين مش محتاج انسولين اكسبت سنتايت سنتر عايز انسولين وهنا انسولين قليل او هنا ريسبتورز اقل من المطلوب فبعد الوجبه ما دخلش جلوكوز زياده في سنتايت سنتر لان دخول الجلوكوز هنا عايز ايه انسولين هرمون فما يخش جلوكوز كافي في سنتايت سنتر احس ان لسه برضو ايه جعان تايب 1 يحس انه كان زمان طبيعي قبل الاوتو اميون ما ابتدي عنده كنت باكل اشبع اكل اشبع دلوقتي بقيت اكل ايه اجوع جعان برضو يعني حاسس بفرق واضح كنت باكل اشبع دلوقتي اكل اجوع ده مش هيحس بفرق ده بتاع غذاء غذائيه سيئه ده اللي كان قبل ما يجيله السكر كل ساعتين ايه بيملاها يعني بطنه واسعه من زمان وبيجوع من زمان وبيجوع دلوقتي هي من زمان جعانه ودلوقتي جعانه مفيش فرق زمان بس عشان بطنه واسعه ودلوقتي عشان ما بيدخلش جلوكوز في السيتاتي ايه سنتر يعني مش هيحس بفرق كبير واللي مش مصدق الكلام ده اللي مش هيحس بفرق كبير ده هيحس بفرق ده مش هيحس بحاجه بص بقى انا اعرف واحد تايب 2 كان دايخ شويه كان دايخ شويه وعنده فاميلي هيستوري فالاول مره بقول له طب ما نتحلل الجلوكوز كده عشوائي يعني ولا فاستنج ولا ساعتين بعد الاكل حل عشوائي احنا خدنا الفاستنج النورمال لصافي 70 ليله 100 وساعتين بعد الاكل اقل من 140 مش ده اللي خدناه فاستنج من 70 ل 100 وساعتين بعد الاكل اقل من 140 واعلى نقطه بالانتستال ابزورشن اقل من 100 ثريشولد اقل من 180 150 160 مثلا يعني هو حل سكر عشوائي اللي كان دايخ ده شويه طلع 600 ما شاء الله ما هو الكوما لسه عند 800 900 لسه يعني فدايخ شويه قلت له طب ما حسيتش امبارح بقيت بحاجه غريبه انا يعني اكيد رايح جاي على الحمام مثلا يعني قال لي بقول ما حسيتش بحاجه غريبه امبارح بالليل قال لي عشان يعني بخش الحمام قلت له قال لي لا ما ده عادي قلت له عادي ازاي قال لي عشان انا بشرب بالليل حاجه ساقعه كتير فبخش الحمام كتير قلت له شربت ليله امبارح كام واحده حاجه ساقعه كان زمان ده الازايز شرب في ليله واحده في ليله واحده 12 ازازه حاجه ساقعه 12 حاجه قلت له مش عايز حاجه فيها حاجه مش طبيعيه في الموضوع قال لي لا ما لما بشرب حاجه ساقعه ده اللي بيخليني اخش الحمام فبعد ما اخش الحمام واعمل يورين يعني ما هو ده اللي يخليني بعد شويه اعطش تاني فاشرب ازازه ثانيه فعشان شربت ازازه ثانيه ده اللي يخليني اخش الحمام ثاني فعشان دخلت الحمام عشان كده عطشت فرحت شارب ازازه ثانيه هل ده الحكايه دي فجائيه ولا واضح انها شراهه اتبنت تدريجي عنده بحيث انه مش عايز مفيش حاجه وعارف وفاكر الناس كلها كده عشان الشراهه اتبنت بصوره ايه تدريجيه ودلوقتي الجلوكوز ما بيخش سايتي سنتر ما هي واسعه من زمان بطنه ودلوقتي واسعه كده كده ايه جعان وفجعان على طول صح ده اللي غلبان غصب عنه هيحس بفرق كنت باكل اشبع دلوقتي باكل ايه اجوع ده جعان من الاول طب مين اللي رفيع والهايبولسز وبرتيولسز تايب 1 لازم ياخد حقن انسولين وياكل مين نسبيا تخين اللي داخل جلوكوز وفيها وبناتاج بس الناس فاكره ان تايب 2 ده لازم يكون اوبيز يعني ماشي بيتمرجح يعني لا هي عمليه نسبيه كرش بس طالع شويه يبقى تايب 2 مش لازم يبقى حاجه يعني رهيبه كده كرش بس طالع لكن ده جلد على عضل ومين كومن يحصل له كيتو اسيدوزيس ده اللي عنده الهايبولايسيس وفاتي اسيد يروح للليفر واستايل كويا تراك ويجي كده بوز فده ما فيش كيتو اسي دوز صح ريحه الاسيتون في بقه اليورين ده ما فيش بقى الكومبليكيشنز يعني المضاعفات المضاعفات دي عايزه يفضل الجلوكوز عادي في البلازما فتره طويله سنين مش شهور سنين المضاعفات عشان تحدث عايزه هايبر جلايسيميا ما تعالجش بطريقه كافيه سنين طويله فيقول لك اصل الكومبليكيشن مور كومن مع تايب 1 على اساس انه بيبتدي من سن الصغير فيعيش معاه سنين طويله وعلى اساس علاجه اصعب لازم حقن ايه؟ انسولين يقول لك الكومبليكيشنز ليس كومن مع تايب 2 عشان هيبتدي اصلا في السن الكبير يعني مش هيعيش معاه سنين طويله وعلاج اسهل المفروض يعمل ريجيم ورياضه وياخد شويه الراس بالبوق يعني الكلام ده نظري مش 100% ده المفروض علاجه اسرع عشان بياخد حقن ايه؟ ابدا ده كان زمان لما كانوا اجدادنا مظلومين في الانسولين وياخدوا الانسولين بتاع الخنازير ففورم بروتين الجسم يعمل له ايه؟ انتي بودز
والحقن اماكن الحقن كلها التهابات مزمنه والليشن زي قالته بتاعك مع انت بوكس وبوظه كان فورين بروتين بتاع الخنازير لكن دلوقتي بتاع الخنازير ولا هيومن انسولين منتج بالبايو انجينيرنج بزراعه الجينات في البكتيريا ازرع الهيومن جين وهيومن انسولين ما بيعملش الجسم رياكشن ضده يعني فيري افيشنت من الاول بكتير. طيب ما انا ممكن اكون تايب 2 وجالي في سن ال 40 ولخبط 10 سنين يجي لي برضه ايه كومبليكيشنز اهو جالي اهو في سن ال 40 ولخبطت 10 سنين في الاكل وجرب بقى هنا المفروض علاجه اسهل ده تقنع الناس يغيروا حياتهم ما هيغير كل عاداته الغذائيه وعي الاخ ابو 600 لما راح للدكتور الاندوكراين راح اداله لسته مطبوعه للاكل ياخد كل 7 8 ساعات في النص فاضي مفيش اكل واديله الاكلات يعني مقننه الحيحلي برتقانه العيش ربع رغيف وكله خضار وحاجات تانية مالهاش دعوه بالرز والعيش والمكرونه مالهاش دعوه بالحلويات وقعد على الوجبه دي كان اخذ الراس ضعيفه شويه تنزل جلوكوز بالبق الوجبه اللي قعد عليها دي 3 اسابيع ال 600 بعد 3 اسابيع بقوا 180 يعني هنا افيشنت جدا الدايتنج وينظم حياته ويلعب رياضه يحرق جلوكوز اقنعهم بقى يغيروا حياتهم هتلاقي اصعب حاجه عندهم فنظريا المفروض ده ليس كومن كومبليكيشن وده مور كومن عمليا لا ده بيعرفك برضه في العادات الغذائيه. التريتمنت مين لازم حقن الانسولين؟ طيب وانا بقى اروح الفرن بعد كده ان شاء الله اعرف انواع الانسولين، واحد بيمتص بسرعه، واحد على مهل، واحد بطيء قوي، انواع يعني بقى في السرعه اللي بتمتص تحت الجلد يعني. ولازم ياكل معاه كويس عشان ما يجيلوش هايبو. طب مين لازم يعمل اكسرسايز؟ ويعمل دايتنج. يحرق الجلوكوز الكتير ده ويعمل رجيم تايب 2 لا وممكن ناكله لما يحل بقه بحاجه فيها فركتوز عشان الفركتوز كان كله بيتحرز بالليفر في الفوسفوريليشن كان الفركتوز بقى نسبه افينتي ايه عاليه بس العمليه مش مفتوحه قوي عشان الفركتوز كان بيدي دهن اسرع من الجلوكوز اثروجينيك يعني. طب اقراص بالبق هايبوجلايسيميك بس مهم قوي الرياضه ممكن تايب 1 في اول المرض ممكن يضيع الموضوع ويمشي على الصراط بعد كده لكن غالبا طبعا بيلخبطوا وعايزين ياكلوا ده يدخل الراس بالبق خلي الراس بالبق تعمل ايه؟ الراس بالبق هتلاقي القرص فيه كذا مركب في قرص واحد مثلا قرص فيه مركب يقلل الجلوكوز قبل يعني تاخد القرص قبل الوجبه بربع ساعه عشان الجلوكوز على الوجبه ما يحصلوش ابزوربشن ينزل فين؟ في الستور يقلل ابزوربشن ويقلل الدايجيشن ابزوربشن اوف كربوهيدرات في وفي نفس القرص هتلاقي انهيبيتور للجلوكونيو طب انا عنديش مشكله بالجلوكوز ده تايب 1 ايوه بس عشان القرص يغطيك في فتره طويله فالقرص جواه مركبين واحد يقلل الانتستاين الابزوربشن جلوكوز عشان الوجبه نفسها ما يخش جسمك جلوكوز كتير وينزل في الاستول وبعد كده لما تيجي بعد 7 8 ساعات تعمل جلوكوز كمان يقللها فيفضل كنترولينج بلازما جلوكوز مسافه ايه طويله واصبح القرص تاخده مره او مرتين في الايه في اليوم توزعها في 24 ساعه فيغطيك وقت ايه طويل. في اقراص حديثه جدا تشتغل كانها جلوتي 4 يعني داخل الجلوكوز جوه الماسل ويلز اديبوز كانها شغاله ايه؟ جلوتي 4. في اقراص من زمان حضرتك اللي جايه دي هتستغرب الله استيميليت البيتا سيل تطلع ايه؟ طب مش كده هيحصل مور داون ريجوليشن اوف انسولين ريسبتورز مش لما تزود انسولين ريليز هيحصل مور داون ريجوليشن اوف انسولين ايه؟ مش كده مش المشكله داون ريجوليشن انسولين ريسبتور؟ لا ما انا هقول له على شرط تاخد الاقراص دي ومش تاكل زي ما انت عايز وطبعا لما اكلت زي ما انت عايز وانستريت البيتا سيل هيحصل مور داون ريجوليشن انسولين ريسبتور هقول له خد القرص ده قبل الوجبه بربع ساعه كل وجبه معقوله وجبه ايه؟ واقعد 7 8 ساعات من غير اكل عشان توصل للاربع ساعات التانيين بتوع الصيام عشان يقل الانسولين ريليس مش بدايه الصيام بعد اربع ساعات فيلمس الصيام يقل الانسولين ريليس يريح البنكرياس وفي نفس الوقت الريسبتور تظهر مره ايه؟ تانية فمشروط القرص ده انه برضه ايه ينظم الاكل الناس البلدي تفتكر اخد القرص يهيص هيص ده جلوكوز ايه يضرب برضه لا اخد القرص قبل وجبه معقوله وراها يقعد فتره من غير ايه اكل طبعا لو ده خاص من عنده جاله هايبو ياخد حاجه حلوه بس غالبا مش هيجيله الكلام ده هو غالبا فهنا هو ينظم الاكل في نفس الوقت مع الايه القرص عشان ما يحصلش داون عشان يوصل ده لحته الصيام والريسبتور تظهر مره اخرى فجربوا الاقراص دي الحقيقه في سنه ثالثه في الفارماكولوجي بس انا اعرف ناس قرايبنا واكيد انتم تعرفوهم برضو كانوا تايب 2 وجالهم في السن الكبير مش ده تايب 2 برضو وكانوا بياخدوا اقراص ورجيم ورياضه وبعد سنين طويله اضطروا بقى ياخدوا حقن ايه؟ ما حصلش كده؟ كده برضو
ناس قرايبنا كانوا تايب 2 سن كبير وكل حاجه ورجيم رياضه وقراص، وبعد سنين طويله قلبوا كانهم تايب 1 بياخدوا انجكشن فين، لان بقى تايب 2 البيتا سيل مش 100% طبيعيه برضو، من كتر اللخبطه في الاكل سنين طويله يبتدي يحصل اكزوهوشن وبيتا سيلز في البنكرياس، يعني بيتا سيل تستنزف فيقل الانسولين فيقل كانه تايب 1 قل الانسولين، فلازم ياخد دلوقتي حقن انسولين. هل الشخص الطبيعي من اكل فات كتير يحصل اكزوشن بيتا سيلز؟ لا، يبقى اصلا ده عنده كان فاكتور تاني كمان غير الداون ريجوليشن ريسبتور، البيتا سيل مش 100% سليمه، فاذا بعد اللخبطه في اكل سنين طويله يحصل له في الاخر اكزوهوشن اللخبطه، لو ما كانش ربط ما كانش حصل له كده اكزوهوشن بيتا سيل، فيقل الانسولين فيقل كانه تايب وان، واصلا محتاج حقن انسولين. بص يظهر عليه الاعراض ايه بعد ما كده، الناس مشهوره عندهم الراجل ده عنده سكر وتخين وبيخش حمام كتير، وبعدين فجاه رفع جدا والانسولين قل وهرمون الفاستنج اعلى، فابتدى يعمل ده ايه لايبوليس ويظهر الاسيتون في بقه والكلام ده، رفع فجاه ايه بسرعه يعني قلب كانه تايب ايه. الناس البلدي يقول لك جمله كده مشهوره عندهم، هم عارفين ده عنده سكر وتخين وبيخش الحمام والكلام ده، يلا شوف شوف رفع فجاه ازاي، شوف شوف يقولوا كده البلدي السكر عنده قلب الى سكر خبيث، يعني قصدهم حول الى ايه تايب 1، يعني عايز فان ايه انسولين. ده الناس البلدي درج عندهم كده يقول لك انا بقى سكر خبيث. طب انا يمكن انا تايب 2 خسيت وبقيت كويس وعملت رجيم، هتعرف لو انت خسيت كويس وعملت رجيم هتبطل تخش الحمام، هتبطل تحس بدراينس في الماوث، هتقيس الجلوكوز بقى ايه نور هيبان، لكن رفعت وقعدت تخش الحمام اكتر وريحه الاسيتون ظاهره، يبقى انت اتنيت وبقيت تايب ايه، وانا لازم تاخد حقن ايه انسولين بقى اكزوشن في السيرفس. اخر حاجه نشوفها بقى الكومبليكيشنز اللي بتحصل مع لا ما تحصل في الاثنين، والله ممكن يجيب سنه 40 ويقعد 10 سنين اتنين بيهزر بقى فيجي له فعلا ايه كومبليكيشنز هنا. فشوف كومبليكيشنز ان جنرال فيها ايه. هما في البطنه ممكن يوزعوا كتب على الكومبليكيشنز دي، سيستمز بقى تاثر اوتونوميك وسنترال نيرفس وكارديوفاسكولار كله، لكن احنا جات على دي يعني، لكن احنا نحط الايه البايكيمستري، ايه الاسباب اللي ايه البايكيمستري تؤدي الى الكتب البطنه دي. مثلا يعني ايه فورميشن اوف كحول اسمه سوربيتول، مره شفناها بتحصل في الاي لينز زمان، انا ان كنترول دايابيتيك يعني عندي جلوكوز عادي، انا اتكلم على ان كنترول كيس، كان ان كنترول ايه كان بتوع البطنه، بتوع البطنه هيقعدوا يخافونا احنا طالبه كده احنا نظبط لهم يا عم جلوكوز وكل حاجه، ونلاقي يحصل عندهم مضاعفات ومعنى جلوكوز ايه متظبط، يحلوا لهم بقى صيام وساعتين بعد الاكل صيام وساعتين بعد الاكل يطلع طبيعي، يعني هو مش عارفين بتاع السكر بيعمل ايه، بتاع السكر بيعمل ايه، ممكن يكون متظبط النهار لكن هو مش عارفين بالليل بيعمل ايه، الزيارات الليليه للثلاجه دي يزورها بالليل مره مره كده يعني، فبالنهار زي زي الفل وشكله حلو، وبالليل هو قاعد يزور الايه الثلاجه طبعا في النص، وشويه بالليل الجلوكوز يعلى وشويه كل ليله ثاني الجلوكوز يعلى كل ليله، ففي الاخر يجي له طبعا ايه كومبليكيشنز. الاي لينز من الاماكن اللي يخشها الجلوكوز انسولين اندبندنت، وانا راجل ان كنترول دايابيتيك هيخشها جلوكوز كتير، جلوكوز عالي حواليها جاي من الدم عالي، فهنا انسولين اندبندنت. جوه في انزيم اسمه الدوز ريدكتيز من الجلوكوز، ده الدو شوجر فيها الدي اي، يعمل ريدكشن جلوكوز يدي كحول كان اسمه سوربيتول، مش الجلوكوز ده كان الدهايد وكان في الدهايد كده، وعمل لها ريدكشن يعني زودها اتش تي تبقى كحول، تبقى كله كارت كحولات واسمه سوربيتول، بيعمل اوزموتيك دامج، يعني ايه؟ يعني بيزود الاوزموتيك بريشر في الاي لينز، يعني تسحب ميه من بره لجوه الممبرين سويلاند رابشر، يعني تعمل عتامه في عدسه العين كان اسمها كاتراك، كان اسمها ايه؟ يبقى دي سوربيتول الكاون في الاي لينز اللي هو الكحول، فيزود اوزموتيك بريشر جوه تسحب ميه من بره لجوه سويلاند رابشر عتامه في عدسه اسمها ايه؟ الميه البيضاء بالبارد اسمها ايه؟ كاتراك. وايه كمان؟
يعني ايه بقى كلمه abnormal glycosylation of intracellular proteins؟ يعني ده بروتين جوه خليه سلسله من امينو اسيد ما كانش راكب عليه جلوكوز ولا حاجه، مش راكب عليه ايه؟ دخل جلوكوز بكثره جوه الخليه من ان كنترول دايبيتك، وظهر دي من ضمن الخلايا اللي يخشها برضه جلوكوز انسولين ان؟ فيركب جلوكوز عن بروتين واسميه جلايكوزايليتد بروتين ومن غير انزيم، من غير انزيم. وساعتها ممكن اغير وظائفه، ممكن اغير ايه؟ وظائفه ويحصل كومبليكيشن. ازاي؟ اني بروتين بالذات يعني؟ لا في كذا مثال، بص المثال ده بتاع سنه اولى. ما هو دخول الجلوكوز في الار بي سيز انسولين اندبندنت. دخول الجلوكوز في الار بي سيز انسولين ايه؟ فكان في جلوبين بتاع الهيموجلوبين. واعمل جلايكوزايليتد هيموجلوبين كان اسمه هيموجلوبين اي 1 سي. هيموجلوبين اي 1 سي ده جلايكوزايليتد هيموجلوبين على فكره الحقيقه مش بيعمل تاثير على وظيفه الهيموجلوبين. الله يعني مش كومبليكيشن يعني. لا مش بيعمل تاثير على الوظيفه ولا كومبليكيشن. امال بتقولوا ليه؟ كنت بقيسه وقلنا الكلام ده بنقيسه في سنه اولى ليه ده كان زمان؟ انت المفروض نورمالي بتشخص الحاله ازاي؟ طبيعي يعني اقيس الجلوكوز في البلازما بالفوتومتر صايم ساعتين بعد الاكل صح؟ وبعد كده هيبتدي علاج انا شخصته وبرده روتين تشيك كل شهر مره كده في اخر الشهر صايم ساعتين بعد الاكل بلازما جلوكوز كونسنتريشن يعني فوتومتر يعني. بس بص بقى انا عندي سكر بعمل حركه ايه بعمل ايه؟ انا عارف ان معاد التحليل اخر الشهر حلو فابتدي بقى ثلاث اسابيع بقى العب براحتي خالص واكل زي ما انا عايز ومع العلاج يعني برضو بس اهزر واقف الاكل زي ما انا عايز. اجي اعمل تحليل باسبوع التحليل قرب اروح مظبط نفسي ماشي جنب الحيطه تمام كل مره التحليل اظبط الناس حب اجي التحليل بالشهاده اهي ايه الشهاده الفاستنج حلو ساعتين بعد الاكل حلو 100% والشهر اللي بعده كده واللي بعد بعده والراجل بتاع البطنه شاكك فيا ابتدى يحصل عندي اعراض ايه؟ كومبليكيشنز والتحليل بجيبها له حلوه. فعايز يقيس حاجه تبين على مدار 120 يوم فاتوا انا كنت بعمل ايه؟ الار بي سيز دي عمرها قد ايه؟ 120 طيب انا احلل لك بقى تركيز الجلايكوزاليت هيموجلوبين لونج تيرم سكرينينج على الفتره اللي فاتت دي 120 يوم يعني اربع يعني 4 اشهر عدوا قايسهولك. الطبيعي بتاع البشر ان 6% من الهيموجلوبين بيبقى جلايكوزاليتد. عليك 6% زيهم يبقى انت براءه. عليك بقى 12% و15% لا يبقى انت بتلعب بديلك وادخل النسبه المئويه بتاعتك في معادله حسابيه اطلع الافرج جلوكوز كان على مدار الشهور اللي فاتت كان كام؟ لمده 4 اشهر مضوا يبقى ده بشخص حاله جديده ولا تو افويد كومبليكيشنز؟ تو افويد كومبليكيشن اقول لك انت بتهزر ده لا انت بتهزر في النص بتضحك عليا وهيجي لك مضاعفات مرض الايه؟ السكر يبقى ده لونج تيرم سكريننج لونج تيرم تو افويد ايه؟ كومبليكيشن. بس مين بقى البروتين اللي هيحصل له جلايكوزايليشن ويعمل مضاعفات فعلا؟ بص البروتين ده جلايكوزايليشن اوف كولاجين اللي في جدار الاوعيه الدمويه الصغيره تتقفل. جلايكوزايليشن اوف كولاجين في جدار السمول كابيلرز تتقفل تعمل حاجه مشهوره اسمها مايكرو يعني صغيره. انجيو يعني بلاد فيزل. اوباثي يعني ديزيز. السمول كابيلرز هيحصل جلايكوزايليشن اوف كولاجين جلايكوزايليشن اوف كولاجين هتتقفل سمول كابيلرز في الريتينا ويحصل حاجه اسمها دايبيتيك ريتينوباثي. وهنا لما تقفل الاوعيه الدمويه في الريتينا بالجلايكوزايليشن اوف كولاجين ممكن تقطع اوكسجين سبلاي عن اوبتيك ايه؟ نيرف ويحصل بلايندنس. عشان كده عين السكر لازم مره في السنه على الاقل يروح دكتور العيون يبص على قاع العين يعني الريتينا التشينجز دي اوعيه بتتقفل وبعدين تحت الضغط بتاع الدم اوعيه ثانيه تفرقع سبيل اوفر كده تلاقي الدم مدلوق بره يعني وبتصور قدام. فلازم يروح الريتينا ليه؟ يكشف على التشينج في الريتينا ولما يشوف اول التشينج بتاعت الكابيلاريز بتظهر يعالجه بالليزر ويقول له السكر بتاعك مش متظبط روح بتاع البطاطا يحصل عندك مضاعفات روح بتاع البطن يظبط السكر ايه؟ احسن من كده يبص على الريتينا كده يبص على جسمه من جوه. فان هو كابيلاريز تقفل صغيره ممكن تقفل اوكسجين سبلاي اوبتيك نيرف يحصل بص بايه؟ فيجن يعالجوهم بدري مبكرا بالليزر ويقولوا لهم ظبطوا السكر اكتر كده روتين بتاع السكر لازم يكشف على الريتينا مره في الايه؟ في السنه. الريتينوباثي وفين كمان؟ المايكرانجيوباثي تاثر عليه كمان. البريفرال نيرف ما بيوصل لها اوكسجين برضه مش البريفرال نيرف دي لازم تقاس جلوكوز هوائي اكيد بيوصل لها اوكسجين من النير باي كابيلاري اكيد البريفرال نيرف بيوصل لها اوكسجين من النير باي ايه؟ طب ما هي اتقفلت تبتدي البريفرال نيرف تموت
diabetic peripheral neuropathy. ابتدى يقطع وش الصفراين بريفرال نيرف ما تموتش على طول. نقطه الفيزيولوجيا اللي هلفه من اطراف صوابعه ايديه ورجليه وطلع لفوق. gloves and sockets peripheral ايه نيوروباث مش هقولكم كده gloves and sockets بس ما تموتش على طول. مش لوس اوف سنسيشن على طول. الاول تنميل وشكشكه تقعد فتره طويله. tingling و numbness. tingling و numbness يعني تنميل ايه شكشكه. طبعا شعور بالبروده في الاطراف مش في اوايه قافله فشعور ببروده في الاطراف وشكشكه بتنتهي بوصف ايه سنسيشن بقى بالكشف البريفرونال نيرف. هو بيجي لهم بلاوي ثانيه بيجي لهم من ضمن النيوروباثي اوتونوميك نيوروباثي حاجه اسمها ايه تلاقي النيل جاله امبتنس يعني بوصف بريكشن وتلاقي لخبطه بقى يجي لي اسهال وامساك وامساك واسهال وحاجه لخبطه اوتونوميك نيوروباثي مصاحب معاه كمان. لكن خلينا في المشهورين اوتونوميك نيوروباثي اوتونوميك نيرف سيستم يعني مش شغال زي الطبيعي. الميل يحصل له لوس اوف اريكشن يعني بقى امبوتنت بيخلف بس ما بيبقى لوس اوف ايه اريكشن. فهنا هو قفلنا الاعياد دماغيه صغيره اثرنا على الريتينا اثرنا على البريفرال. ثلاثه اوبس مشهورين في الدايابيتس ريتينوباثي بريفرال نيوروباثي الاطراف بتاع الايدين والرجلين. ثانيه واحده واللي جايه جلايكوزيليشن اوف كولاجين تحت البيز ممبرين اوف رينال جلوميرولاي. جلايكوزيليشن اوف كولاجين تحت البيز ممبرين الايه يعني نيفروباثي وتنتهي برينال فيلير. نيفروباثي النيفروباثي بتاع الاوباسي الثالثه تنتهي برينال ايه جلايكوزيليشن اوف كولاجين تحت البيز ممبرين اوف رينال جلوميرولاي. لو دخلت على قاطر غسيل كولر يبقوا اسره بقى خلاص بقى لهم سنين بيغسلوا كلى مع بعض وثلاث مرات في الاسبوع وكل مره اربع ساعات يعني اسره بقى عارفين بعض. اسالهم كده عن كان عندكم ايه هتلاقي 80% من القاعدين كان عندهم ايه ده بس يعني ممكن عمل مساعده اصلا ما بيتعالجش عاجل وممكن بقى بياخد ادويه في ادويه جوز الكدني سايلينها انتي انفلاماتوري. في ناس بيستسهلوا الانتي ايه انفلاماتوري مع الدايبيتس كمان يسرع الايه النيفروباثي ده هوت يعني. طبعا ما شاء الله ظبطناها على الاخر اهو ريتينوباثي بريفرال نيوروباثي اند نيفروباثي وايه كمان لسه كمان جلايكوزيليشن اوف بروتين في الاي لينز اسمه كريستال لاين بروتين. abnormal glycosylation of protein في الاي لينز اسمه ايه كريستال لاين. يبقى ان سولو اوبيك فيعمل لك برضه عتامه كاتركت. يعني الكاتركت بيحصل بطريقتين بتسيف الامتحان بطريقتين. الكاتركت يا اما جلايكوزيليشن اوف كريستال لاين بروتين في الاي لينز فاصبح ان سولبل وعتامه وكاتركت او فورميشن اوف كحول اسمه ايه سوربيتول بالانزيم اسمه الدوز ريدك تيز ويعمل لك اوزموتيك ايه دامج طريقتين للكاتركت في الدايليتس. اخر بقى انواع الكوما مع الدايابيتس دي كومبليكيشن. طب اقترحوا انتوا انواع الكوما هايبو هايبر هايبر جلايسيميا. طب ماشي انت بتقول هايبر جلايسيميا حد يزود هايبر جلايسيميا واحد اخد جرعه زياده من الانسولين يعني هايبو جلايسيميا. طب مش حد يزود ماما هايبر هايبر جلايسيميا ومصاحب معاها كيتو اسي دي بتاعت تايب 1 كيتو اسيدوز. فنمسك الهايبر الاول من غير كيتو. من غير كيتو اسيدوز تبقى تايب 2 من غير كيتو تبقى مور كومن مع تايب ايه ما هو ده ما عندوش كيتو. ده بقى الهايبر جلايسيميا من غير كيتو اسيدوز جلوكوز يعلى مش انا قلت ب 600 كان دايخ شويه ده بقى 800 900 ليه ابتدى يدوخ ويقع. الدم ماشي فيه جلوكوز عالي هايبر جلايسيميك بلاد يعني هايبر اوزمولر باي اوزمولاريتي الدم الجلوعيه الدمويه يسحب الميه من التيشو تو ذا انسايد اوف ايه بلاد فيزل اعمل دي هيدريشن اوف برين سنترز ادخلك في كوما اعمل دي هيدريشن برين ايه سنترز. هنا شكل الكوما ايه راجل دخ وقع هتلاقي كل التيشو دي هيدريتد ما هو الهايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار بلاد سحب ميه من التيشو تو ذا انسايد اوف بلاد ايه فيزل هتلاقي بقه ناشف اطراف بقه من الجناب مشققه هتلاقي لسانه مشقق وناشف جلده مشقق وناشف كل حاجه دي هايدريتد. فالهايبر جلايسيميك هايبر سمولر واحد جلده ناشف وبقه ناشف ومشقق والكلام ده كله. ودي طبعا مش شكاكه سهله هتلاقي الجلوكوز ضرب عن 800 ايه 900. طيب دي الهايبر جلايسيميك كوما سببها دي هايدريشن برين ايه كانت واحده زميلتكم مامتها كانت بتدوخ حقن انسولين بتدوخ شويه فكان بيجي لها بعد الحقنه هايبو ايه ففعلا كان بيجي لها هايبوجلايسيميا يدوها شويه سكر تفوق تاني كل شويه بقى اتعودوا على كده بقى كانت البدايه كده
تدوك شويه عند واحد الرئيسيه بعد الحقنه في حاجه سكر تفوق تاني. وفاهم الدكاتره برضه الناس كده لو دخل على الحقنه تديله حاجه ايه مسكره. في الاخر بقى اتريهم بيدوا حاجه مسكره واتريها مش هاي واتريها اتري الجرعه ما بقتش كافيه وبقت هايبر جلايسيميا ومش دجانين بيدوها برضه حاجه مسكره حاجه مسكره. فدخل طبعا في دي هايدريشن شديد برين سنترز زي ما بتقول ماتت مننا في الاخر مش عارفين عندها ايه هايبر ده المكان البدائي الاهمال لازم كان عندي في البيت ده الجهاز ابو شكاكه ده الالكتروني سهل شكه واحده اعرف على طول ده هايبر ولا ايه ولا هايبر. طبعا ده بيبقى دراي وناشف وجلده مشقق وبقه مشقق والكلام ده ولسانه. طب ليه هايبر جلايسيميا وسكيتوزيس يبقى ده غالبا تايب 1 او تايب 2 بعد الاكزوشن بيتا سيل او تايب 2 بعد الايه. طب ليه انا اخش في الكوما ولسه الجلوكوز 300 ده انت هنا دخلت في الجلوكوز في الكوما وانت ايه 900 دخلت في الكوما بدري وانت 300 ليه؟ اسيدوزيس عشان الكيتو اسيدوزيس الاسيدوزيس بتاثر على شكل الهيموجلوبين الاتش ايون اتش بلس يرجع للهيموجلوبين تغليه توت يروح للنج ما يستلمش ايه؟ اكسجين. اسيدوزيس ديكريزيس ابيليتي اوف هيموجلوبين تو ديليفر اكسجين تو ده هنا بقى الجلوكوز لسه 300 ودخلت في كوما من اسيدوزيس اللي اثرت على قدره الهيموجلوبين تو ديليفر اكسجين تو ده برين وهلاقي ريحه ايه في بقه؟ اسيتون وفي اليورين اسيتون باينه وقلم جلوكوز عالي وكيتون بولز عاليه ينزلوا في البول يسحبوا ميه وصوديوم وبوتاسيوم الاقي دي هايدريشن الاقي دي ايه؟ الاقي برده جلده مشقق وبقه مشقق ولسانه مشقق ودراي كل حاجه دراي دراي مع ريحه الايه؟ الاسيتون. طب ثانيه واحده انت قلت الجلوكوز هينزل في البول يسحب مع ميه يظبط الدايوريسيس عشان كده هيبقى دي هايدريتد والكيتون بولز يسحب معاها مره ميه برده معاها بس الحقيقه الكيتون بولز يسحب معاها صوديوم بس تلاقي البوتاسيوم عالي. الله اشمعنى البوتاسيوم هو العالي في البلازما يعني عشان الصوديوم ده الحقيقه له سبب خاص انه انت عندك تايب 1 يعني مين هرمون قليل؟ اتاري الانسولين مش بس بيدخل جلوكوز جوه الخلايا ويدخل بوتاسيوم جوه الخلايا الانسولين مش بس بيدخل جلوكوز جوه الخلايا بيدخل ايه؟ بوتاسيوم. دلوقتي الانسولين قليل عشان ده تايب 1 فيقل دخول البوتاسيوم في الخلايا فالبوتاسيوم في البلازما ايه؟ يعلى. فعندهم هايبر كاليميا ليه؟ عشان الانسولين مش بس بيدخل جلوكوز بيدخل بوتاسيوم جوه الخلايا والانسولين جاي في البوتاسيوم ايه؟ يعني يبقى هنا جلده ناشف بق ناشف مشقق جلده ناشف بق ناشف ومشقق بس هنا مفيش ريحه الاسيتون وجلوكوز 800 900 وهنا ريحه الاسيتون واضحه وجلوكوز بس كام؟ 300 مع اعراض اخرى ريحه الايه؟ الاسيتون مع الدراينس الجامد ده. طبعا اي حاله من دول شود بي هوسبيتالايزد. اول حاجه واحد دي هايدريتد اديله انترافينس ايه؟ فلويدز اديله انترافينس ايه؟ فلويدز يعني سلاين عشان دي هايدريشن ده عشان الدوره الدمويه تمشي. ثانيا ابتدي اظبط له الجلوكوز هو عالي مش كده؟ هدي له حقن ايه؟ اه بس ايه جرادولي جدا جرعات بسيطه واحده واحده عشان ما يقعش منك في هايبو مش كده برضو؟ انترافينس فلويدز تو تريت دي هايدريشن وانسولين ده ايه؟ يعني فيري جرادولي عشان ما يخش في هايبو ايه؟ زمايلكم راحوا في المستشفى يدربوا وهم سنه ثانيه قالوا لي القصه دي مع واحد نايم واقف فالراجل نايم في السرير ده مدربخ وكوماتوز عنده هايبر ايه؟ جلايسيميا فادوا له انترافينس فلويدز عشان دي هايدريشن فالنايب بقى شجاع بقى قصاد الطلبه وكده عايز اوريهم يعني فادوا له حقنه ايه؟ انسولين الظاهر جرعه عاليه فالراجل وقع منهم من هايبر جلايسيميا الى لا اوفر جاب ترعش كده اهو جامد وبيتشنج وبيعرق اصله هايبر جلايسيميا هطلع هرمون الستريس طلع بنفرين فالراجل فجاه عرق وبقى ميه بقى مكان دراي الراجل اتبل فجاه والبنفرين قعد يترعش جاله هايبو ايه؟ فما شاء الله عليهم ما شاء الله اديله انسولين واحده واحده واشوف ايه اللي بيحصل مش مره واحده فعالجه في المستشفى انترافينس فلويدز واديله انسولين بس واحده ايه؟ طب ايه سبب الهايبوجلايسيميا؟ اكيد اوفر دوز اوف انسولين او اخدت الجرعه المعتاده ما اكلتش وراها كويس دخلت نمت على طول مش مره قلت لكم زمان بتاع جارنا اللي هو اخد الجرعه ودخل نام وكوماتوز ومراته ندهتنا ومش عارف ايه وما عرفش نعمل حاجه والست بس كان الراجل دكتور البطن قال لها حطي حاجه مسكره على بقه في ظرف والله دقيقه بتحط السكر بتاع الكحك الراجل فاق ما بزورش من هنا السكر بتاع الكحك ثانيه واحده اوفر دوز اوف انسولين او اخدت الجرعه المعتاده ما اكلتش وراها كويس ونمت او اخدت الجرعه المعتاده ولعبت ماتش كوره حامي يعني فيزيكال اكسرسايز ومش جايبك حاجه حلوه اخدت الجرعه المعتاده والعيال بتسيب اكسرسايز مش جايب حاجه ايه؟ يجيلك هايبوجلايسيميا. وعلى فكره الهايبوجلايسيميا مش بس حقن انسولين حتى الاقراص بالبوق في اقراص شديده لازم يكون جايب لك حاجه حلوه عشان لو ضغط في اقراص شديده وجايب لك هايبو ايه؟ جلايسيميا. طب ايه اعراض الهايبوجلايسيميا؟
هتطلع هرمون ستريس ابنفرين، والبنفرين بيطلع يعمل هايبوغلاسيميا ولا كوريكت؟ كوريكت. يشغل في الليبر جلايكوجينوز جلوكونيو يبقى كوريكت، فالبنفرين يعملك اعراض كولد سويتنج، البنفرين يعملك بريفال فازو كونستريشن، جلدك ساقع بس في نفس الوقت ايه مبلول. بتاع الهايبوغلاسيميا هتلاقي الفانيلا عرقانه والقميص عرقان مبلولين بال الميه، لكن ده كان ناشف على الاخر بقه وكل حاجه ناشفه وبقه وجلده ناشف، بس هنا في ريحه الايه الاسيتون، ففرق واضح. واحد بقه ناشف ومشقق ولسانه مشقق وناشف وده مبلول، وتلاقي العرق ذرات العرق هنا والفانيلا غرقانه عشان بيطلع مين ده ابنفرين، والشكاكه الاقي بسرعه هايبو ايه لازم اعراض واضحه يعني. طبعا ده لازم اديله حاجه بسرعه حلوه على بقه او حتى علق له محلول ايه جلوكوز، يعني في جلوكوز بيبقى مركز شويه كده ممكن يدوه يعني. ايه بقى انواع الكوما دي بتحصل مع تايب؟ اصل دي من غير كيتو اسي، وهنا الجلوكوز 800,000 ودي هيدريشن برين سنتر، وده ممكن مع تايب، بس ممكن مع تايب 2 اللي حصل له اكزوشن فيتا ايه وهيبقى دراي وكل حاجه وديهايدريتد وفي ريحه الاسيتون في بقه في البول، وده هيحصل مع اي واحد اخذ جرعه زياده من الانسولين. اخر حاجه لا قبل اقول اخر حاجه، مش هقول في حاجه اسمها اوتونوميك نيوروباثي، يعني ايه؟ يعني ممكن يجي له مايكاردال انفاركشن، مش بيجي له هايبرتروفينيا بتوع السكر المزمنين، ممكن يجي له مايكاردال انفاركشن من غير ما يحس بالبين، التشست بين بتاع اللاكتيك اسيد ما يحسش بيه، وعنده مايكاردال انفاركشن شغاله وعرقان مش عارف ليه وبينهج مش عارف ليه وعنده تشست بس من غير بين عشان عنده اوتونوميك نيوروباثي، بلاش دي. يجي له هايبوجلاسيميا كان المفروض يطلع مين؟ عنده اوتونوميك نيوروباثي ما طلعش منفرين كفايه يبقى كارثه. يجي له هايبوجلاسيميا من غير ما يصلح اي حاجه، يجي له سيفير هايبو اوتونوميك نيوروباثي ده بيبهدل، هيجي له تشست مش هيجي له تشست بين، هيستنسفش لاين تاجي ومش حاسس بحاجه، ومفروض الالم ده راح عند ربنا يعرف ان عنده مشكله يروح يعالجها. وممكن يجي له كمان هايبوجلاسيميا وما طلعش منفرين يصلحها فتستمر الهايبو ايه؟ جلاسيميا الاوتونوميك نيوروباثي دي. ايه اللي تعمله في المعمل؟ يعمل لونج تيرم سكرينينج علشان يشخص حاله على مدى 4 شهور فاتوا. جلايكوزيد هيموجلوبين اي 1 سي ابانا من 4 شهور فاتوا كان اخباره ايه؟ بشخص حاله جديده ولا تو افويد كومبليكيشن عشان اظبطه اكتر. ففي حاجه ثانيه بتتقاس بس عمرها 3 اسابيع بس، الهاف لايف 3 اسابيع. ايه دي بقى؟ جلايكوزيليتد البومين، مش في البلازما بروتين اسمه البومين، الاغلبيه في البلازما البومين، بس الجلايكوزيد البومين هاف لايف بس 3 اسابيع، يعني مش هيوريك المسافه طويله 3 اسابيع. بس مش مسمينه جلايكوزيليتد البومين، مسمينه فركتوزامين. اشمعنى؟ الجلوكوز هو بيركب على ديل الامينو اسيد في الالبوم، الجلوكوز هو بيركب على ايه؟ ديل الامينو اسيد في الالبوم، بيبقى ايزومرايزد الى فركتوز فيسموه فركتوزامين. هو جلايكوزيليت البومين بس مسمينه ايه؟ فركتوزامين، وهو بيركب اتحول الى الفركتوز، فركتوزامين بس عمره كام؟ 3 اسابيع بس. واخر حاجه عايز اعمل ايرلي ديتكشن اوف نيفروباثي اوف ايه؟ بتعمل ليها فيليور. ايرلي ديتكشن دي قبل وظائف الكلى تتدهور وهي لسه في الاول، تشوف حاجه في البول اسمها مايكرو البومينوريا، يعني البوم في البول بس الكميات ايه؟ قليله قوي. هل نورمال سارجنت او بيرسون بينزل البوم في البول؟ لا. ولو حتى كانت قليله لا، لما ينزل كانت قليله وتحلل تلاقي برضه قليل وتلاقي برضه قليل مستمر تعرف ان دي اسمها مايكرو البومينوريا، وابتدى يحصل عنده بيتك ايه؟ نيفروباثي. ايه بقى؟ نيفروباثي. فدي اللونج تيرم سكريننج، جلايكوزيت هيموجلوبين اي 1 سي فركتوز امين و مايكروبينوريا فور نيفروباثي. انا زودت حاجه في الاخر بس هي كومن عندهم الحقيقه، زمان قلنا الهايبوجلايسيميا تعرفها لما السكر ينزل عن 50 مثلا، ما هو النورمال فاستنج من 70 لكام؟ 100. لا انا بقى انا ماليش دعوه بال 50 بتاعتكم دي، انا ماليش دعوه بال 50 بتاعتكم بتاعت الناس النورمال، انا راجل دايابيتك ومزاجي متظبط ماشي بقالي اشهر على 250، انا كده انا عندي مزاج عالي والسكر بتاعي مظبطه على 200 250، فتلاقي السكر لما يقع ل 150 برغم ما منزلش عن 50 ولا حاجه، بس انا كنت متظبط دايما على كام؟ 250، يقع ل 150 ابتدي اعرق واتهز ويجي لي اعراض الهايبو ايه؟ جلايسيميا، عشان مزاجي كان عالي في الاول، ما طلعش على كام بقى؟ مظبط نفسي على 250، فايه يقع ل 150 احس بالهايبوجلايسيميا واترعش من الابنفرين والكلام ده كله، مع ان الهايبوجلايسيميا تعرفها تحت كام؟ 50. فبتبقى عندهم ريليتيف هايبو ايه؟ جلايسيميا، عشان كده النايم ده برضه اتخن راح اداله انسولين، واضح ما وقعش قوي جلوكوز، يعني الجلوكوز نزل بس مش قوي، مش تحت ال 50 ولا حاجه، بس ابتدى العيان ايه؟ في السرير يجي له كونفرجنز ويعرق من البنفرين وطلع، تبقى ريليتيف عندهم، ما تنزلش جلوكوز مره ما ترقعوش مره ايه؟
واحد يبقى ايه جراديوالي. ممكن ابقى انا متظبط بقالي شهرين على 250 تروح معقول انت 100 هيجي لي هايبو ايه جلايسيميا عشان انا كنت متظبط على حاجه ثانيه خالص يعني تبقى عليا نسبيه يعني. فده الدايبيتس من ليتس. يبقى احنا خدنا النهارده ان شاء الله الدايبيتس امراض مهمه والله ودهون على الكبد فادي ليفر والعوامل اللي بتنظف الليفر لايبوتروبيك فاكتورز. واخدنا حاجه اهم واهم ادويه كتير بتوقف البروستا جلاندز وكوترينز او هم نفسهم لهم وظائف مهمه اللي هم جايين اركيدونيك ايه اسيد يبقى في الشابتر الكوليسترول وتجميع الاسباب الهايبر كوليسترولينيا. حد عنده سؤال عن المعيد؟ انا عندي يا اسطى عليك واحد. مش في ميعاد المره الدبل الاخيره يوم السبت 2/1 من 8 ل 10 ونص صباحا؟ انا كنت كاتبه في في اي بي. لا تم انتقاله الى رحمه الله سبحانه تم انتقاله الى ماستر. تم انتقاله الى ماستر عشان في مصين كده يعني. تمام دكتور. والله انك حبيبي. شباب اخو زمايلكم انت جاي؟